الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يلتقطوا صورتنا وصوتنا الان على القناه الوطنيه الاولى. سعداء جدا ان نكون معكم اليوم في نهار جديد نتواصلوا فيه على امتداد ساعتين من البث المباشر، نتناولوا فيه عده مواضيع، نطرحوا فيه عده اشكاليات وخاصه مواضيع اتهم العاليه. اليوم نتناولوا موضوع يخص برشا عائلات. اليوم اكيد الناس اللي في منازلهم يتفرجوا فينا باش يقول الموضوع هذايا يخصني. اكيد اليوم ثم شكون عنده قطعه ارض هذايا ينجم يكون ورثها على جده، ينجم يكون ورثها على ابوه، لكن فيها اشكاليات قطاع الاراضي والعقارات خاصه. اليوم الاراضي الفلاحيه الصبغه نتاعهم كيفاش يتم تغيير الصبغه نتاعهم، هل يمكن للدوله ان تنتزعهم؟ اليوم المشاكل هذه كل باش نتحدثوا فيها، شنو اللي مجهزته الدوله على مستوى السكن، الاراضي اشتراكية، هذه كلها محاور باش نطرحوها اليوم في البلاتو نتاعنا الثاني مع ضيفنا اللي باش يتحدث فينا في الموضوع هذا من الوكالة العقارية للسكنة. نتحدثوا ايضا في البلاتو كرونيك في برشا مواضيع مع كرونيك هيكل ولبنى، يحضروا لكم برشا فقرات. نستقبلوا معنا في البداية هيكل اليوسفي. هيكل صباح النور. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم في برنامج عائلتي بالدنيا في موعد اخر ان شاء الله يكون فقره صباحيه تكون تنال رضاكم واستحسانكم ان شاء الله كما عودناكم في كل مره. في كرونيك اليوم زاد نستقبلوا معنا لبنى بالمينا. لبنى صباح النور. لبنى تشوش طب. لبنى المشوشه. لبنى. لبنى السريعه تعودت بيك. صباح النور لبنى. نتابعوك اليوم في فقرات. كالعادة سورة اليوم ومعنا أفر اليوم باش نحكيو شوية على الكتب، علاش لا وقت ونقراو شوية ونقريو ولادنا وكالعادة جونا وأمورنا كالعادة. تشوف العباد تقرا ولا بعدت شوية على الكتاب؟ كي نقول لهم على الأسوان بالكش نزيد نحسسهم أكثر ولا يحبوا يقراو أكثر. باهي تابعوا لنا في أفر اليوم، بالحق أفر هايل. نتابعوا اليوم هندة بالعبد الله أخصائية التجميل، نتحدثوا اليوم على توندونس 2016 في ألوان الشعر، في لي كوب اللي خرجوا، الناس اللي تهتم بالموضة تهتم بجمالية الشكل نتاعها. نتابعوا هندة في دقيقة للأمهات. مرحبا بكم الناس الكل، تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية الفيسبوك سباس فامي، تتواصلوا معنا أيضا بالانستغرام كواليس البرنامج، تشوفوا تصاور نتاعنا على سباس فامي بالانستغرام، على تويتر أيضا تنجموا تاجيونا بالهاشتاج سباس بوان فامي، وبالإيميل تبعثونا صور أبنائكم باش يتعداو في السيليكسيون نتاع كل يوم على سباس فامي 2@gmail.com. نبداو مع هيكل في البوز دي جور. مرحبا بكم في البوز دي جور. هيك علاش البوز دي جور الطفل يبكي في الترانزيسيون؟ ديما نقعد نثبت فيها، علاش يبكي الصغير؟ هو في الترانزيسيون ما بقاش كون يدللو على الصباح تو بعد كي يدللو تو يولي يضحك. باهي الفقرات. بون بون في الاختيار. في الاختيار تعرف احنا زملائنا في الاعلاميه يحاولوا ديما نعرفوا الصغيرات في مرحله معينه نتاع على القليله الخمس سنوات الاولى غالبا ما يبكي من لا شيء، ولا ساعات يستعمل البكاء كوسيله باش يخو اللي يحب عليه. وسائل الضغط بتاع الاطفال. لا اليوم باش احكي لكم على اربع فيديوهات اليوم ان شاء الله عندها متنوعين فيهم الاختراعات وشنو قاعد يصير في العالم وبعض الطرائف اللي يصيروا زاده مع وليدات الصغيرات. باش احكيو في البدايه على حاجه ربما تبان لكم غريبه شويه. نعرفوا اللي التصنيف في العاده حاجه يحبوها العائله بشكل عام في مكان في العالم، لكن التصنيف اليوم باش يكون بطريقه خاصه لانه باش تولي الماكله في شكل دي كابسول ولا جرعات لانها ماكله مخصصه للفضاء، لكن فيها الطعم البنين، فيها المواد الغذائيه وفيها برشا برشا منفعه. شادوا الفيديو الاولى وبعدها نحكيو اكثر. الفيديو الاولى هذه فيها طريقه الاطباق الجديده، الاطباق يكونوا في شكل كريات، الكرات هذه طبعا طريقه اللي قامت بها التجربه هي في مركبه فضائيه، يعني في طائره طلعت حتى اخترقت مجال الجاذبيه، وبعد يجربوا انواع الاكل ونشوفوا هنا كيفاش ثم مصممين. هي كانت في شكل اختبار، طلبه حاولوا يصنعوا اكلات ووصفات تكون مخصصه خاصه لرائدي وقواد الفضاء، لكن يبدو ان الجرعات هذه تنجم تكون زاده جرعات على السريع للاشخاص اللي يكون الماكله نتاعهم يعني سريعه. شاهدوا هذا هو طبق في تقريبا كل الطعم اللي نحبوه وفيهم برشا اذواق وبرشا الوان وبرشا فوائد. تتصور الماكله تولي اسهل هكذا،
طبعا يعني الطريقه كانت تفسر لنا اكثر هيك ال الاشخاص اللي يكونوا في الفضاء في العاده يصعب عليهم ما نجموش يحطوا شقاله كسكسي ولا شقاله مقرونه يعني باش يبداو ياكلوا بالطريقه برشا اريحيه هذاك علاش يلزمهم طريقه جديده تكون تلخص جمله الفيتامينات والمواد الموجود في الغذاء في قرص صغير يكون كبسول في شكل يتشرب وذلك علاش هي تساعدها حتى في الفضاء تكون سهله وتكون الماكله بالمومه في بعضها هكا نجم ناكل الاطباق اللي نحبوا عليهم وراو كل كبسول ولا كل عبوه فيها طعم معين وفيها ذوق معين ثم جرعات حتى الماء يقول لي احسن اختراع اما مش للناس اللي في الفضاء ولا يطلعوا بالطياره للناس اللي ديما مزروبين ما يخلطوش باش يطيبوا العشاء نتاعهم هو ولينا نسمع ويقول لك نقاشي حربوشه كسكسي حربوشه مقرونه هكاك يقول لي سهل على برشا لبليبي وقيت لبليبي لبنه كيفاش لبليبي اي مثالي ما يتحطش بعد المبالغه في كبسولات وما يوصلوش للطاقه الحراريه السرعه السرعه الحراريه اللي أكثر. هذا هو كما قلت هو مشروع نتاع طلاب حبوا مشروع في طلاب يعني مجالهم الطبخ لكن حبوا طلبة حاولوا يطوعوا المعارف نتاعهم لكن أجل الناس اللي هي رواد الفضاء قالوا اللي الوقت اللي عجبتهم النتائج اللي هي حتى سكان الأرض واللي عايشوا في الأرض ينجم يستعملوا الاختراع هذا هي هيكل هاشتاج هيكل باش تتواصلوا معاه بالطبيعة الفيديو الثاني هيكل الفيديو الثاني للأشخاص اللي هما بخليين ونعرف اللي برشا كيما شكون هيك كيما الناس اللي ماهمش سريعين الاشخاص اللي يقوموا مخر اشخاص اللي يقوموا مخر لازمها لبنى سريعه ليه معناها بحذنا هنا في الاستوديو كاميرامان يتدربوا متدربين معناها عندهم نهارين ونهارين ولا لبنى ماهيش سريعه وسريعه ديجا تاخرتوا اكتشفوا هاكا المميزات يسعى الشخص معناها اكتشفوا الشخص باهي الفيديو الثاني تتحدث على اختراع قامت به ام بعد ما عانيت في كل صبحية وهي تقاوم في صغارها وما يحبوش يقوموا ونعرفوا كدلال وزيدني درج وزيدني درجين عند الصغيرات وتقولش عليها ذاك الكل باش يعوض الليلة كاملة من النوم قامت باختراع نتصور برشا أمهات باش يعجبهم خاصة إذا كان يطبقوها على الأطفال اللي عندهم برشا كسل تشاهدوا الفيديو تفهموا علاش الحد هكا الفيديو طريف هذا الشخص اللي باش يكون راقد شوفوا الطريقه اللي باش يقوم بها وقت تجي ساعه القمامه انا ضد الاختراع هذا الحقيقه لا هو مش مؤلم برشا لا مش على الالم ولا حاجه هيك انا ديما نقول واحد باش يقوم الصباح بالورد بالياسمين بالريحه الفاوحه ولا بالحق يعني في العائله النموذجيه الصباح نمشي نجيبوا كل ورد بالياسمين معناتها حتى كي صغيره كي بدا يقد ولا باش تقيم الشخص عزيز عليك بالكلام الباهي مش بالكفوف مانا ننتظر الفيديو بتاع الحلقه الجايه باش يكون اختراع من عند فاطمه باش تكون فايقه فيها ورد و كل حاجه في الفصل نتمنى. اللي يكون فيه ثم ورود كي نقيم اطفالي نقيمهم بالورد صح عليهم والله بالحق هيك نحكي بالحق اما لا انت تحدثت على نقطه مهمه برشا اللي الوليدات الصغار وقت اللي الصباح مثلا يبداوا يقراوا يقوموا مخ تبدا امهم تقيم تقيم ما يحبوش يقوموا ونهار اللي ما يقراوش يقوموا بكري يقوموا بكري ما فهمتهاش هذي علاش الاختراع هذا يخليهم في كل يوم يظهر يقوموا بكري ويبداوا برشا نشاط وحيوي نمشيو للفيديو الثالثه نعرفوا اللي تقريبا هي في العاده كانت ظاهره تهم المجتمعات الغربيه اكثر لكن اليوم بشويه بشويه ولينا نحسوها حتى في مجتمعنا في تونس ونحسوا تعلق العائله كل واحد ولا معزول على البقية من خلال الانترنت ومن خلال الفيسبوك ومن خلال الهواتف الذكية ولينا نبعد على بعضنا ولينا أحيانا نتمناو النهار اللي يكونوا فيه عائلة الكل ملمومين وثم يعني مرة نلقى في ستاتوي في الفيسبوك كان طريف جدا قال اليوم قصت عليه الكونيكسيون يا اخي تعرفت على ناس باهين اللي هما عائلته لانه تقريبا يكتشف فيهم الاختراع هذا في شنو يتمثل؟ يتمثل هي آلة تكون في المطبخ لكن بنزلة سر الكونيكسيون تقص على الناس الكل في الدار والدار يعني الدار الكهربائيه تقص على الناس الكل وهكا نخليو الناس الكل ملمومين نشوفوا اللي الناس ولا حتى الاطفال وقت الاكل يحبوا الحاسوب يحبوا التابلت يحبوا الهواتف الذكيه شوفوا الاختراع في شكل شنيا يعني اله عاديه من الات المطبخ هذه نعملوا بها القهوه ولا الفلفل الاكحل ولا شوفوا الطريقة هذه بمجرد ضغط زر كونيكسيون الكل تقص
في المنزل وهكا خليه الناس الكل تتلم في وقت الفطور ولا وقت العشاء وهكا يظهلي نكتشفوا العائله ونخليه للطاوله تلمنا مره اخرى بعيد على الكونيكسيون حتى تلزق تقص. نراو من الاول اللي عديد الاطفال ولا كل افراد العائله يضطربوا لانه بالنسبه لهم كما قال نلقاو تقريبا هذه الصور نموذجيه نلقاو الناس اللي تتعلق بالتلفزه، الناس تتعلق بالالعاب الفيديو، الناس تتعلق بالفيسبوك وغيره، لكن يظهر لي ثم لحظات يلزمنا نتعرف فيها على بعضنا، نسمع بعضنا ونسمع عائلتنا كل واحد منهم في شنو يعاني وشنو يحس. ذولي مشكل كبير هيك ولا اليوم مع التكنولوجيا الحديثه والاستعمال المفرط للانترنت وخاصه ومواقع التواصل الاجتماعي لما وليت ما عادش موجوده برشا والا بالصياح ولات الحكايه، هاي سكر الاورديناتور سايب التابلت اجى تعشى ولا اجى افطر. هو ثم كومنتير عجبني في الفيسبوك على الفيديو هذه قالوا اللي ثم عندنا اختراع تونسي اقوى من الاله هذه هو كيسيح البو يقول الناس كل الفطور يظهر لي وقتها ينساوا التكنولوجيا وينجموا يتلموا الناس الكل. مره اخرى دعوه من برنامج عائلتي بالدنيا باش العائله فين ما كانت ترجع للتماسك وترجع للدفء العائلي لانه ذاك هو اللي يقعد في النهايه. صحيح التكنولوجيا تفتح لنا نوافذ على العالم، نشوفوا اختراعات، نشوفوا اكتشافات، نشوفوا معارف، نشوفوا ثقافات، لكن في نفس الوقت لازمنا نعرفوا رواحنا قبل ما نعرفوا الناس الاخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. واضح هيك مزيد فيديو اخرى. الفيديو الرابعه هي من باب الترفع على بو في العاده ديما تقولي للبو ما يتفاعلش برشا مع صغيرته. لك باش نوريكم يظهر لي كونتر اكزامبل ولا حاجه تخالف الفكره المسبقه هذه وتوريكم اللي البو ينجم يتعامل خاصه مع الاطفال حتى ولو يكونوا كثيري العدد. تشاهدوا الفيديو تشوفوا الترفه نتاع البو كيفاش يتعامل مع الاطفال هذا. خاصه اللي يجيبوا توامه. قال عنده أربعة توامة. اي زوج توامة اي ولا أربعة. أربعة أطفال. زوج توامة أربعة أطفال. بالنسبة ليه بالدور الطاولة هذه طريفة لأنها تخلي الصغيرات شو حتى من الطاولة هيك اللي دور اللي يسموها بذمة أولاده وصغاره. أو السيجوتو اللي تحكي عليه أنت لبنى. هذه الطاولة اللي تلم العائلة نربيهم على لمة العائلة من الصغرى وفي الحوار الأسري. كوب المحظوظ برشا ذا كيف؟ كوب المحظوظ على الآخر أربعة صغار معنا زعما يخموا يجيبوا الثاني يجيبوا الخمس وطرحناه حتى نلقاو نماذج من الاباء التوانسه زاد بابا بالدنيا نلقاو زاد برشا والدين يظهر يحاولوا قد المستطاع انهم بطبيعه يكونوا متواجدين مع ابنائهم ويلعبوا معاهم يفدلكوا معاهم. ذولي انت هيك النموذج كيف برشا اولياء نموذج خاطر صغير حتى في نورمال باش يلقى وقت مش فانا علق انتوكا بعد تجي القرايه وتجي الدراسه وتجي وقت المدرسه يولي تبدل تبدل المعطيات الكل. انا كانوا عندي برشا اولاد في الحومة وحتى في تونس يعني في برامج اطفال كان التعامل خاصه مع الاطفال وكنت نلقى برشا جو صحيح في فتره من الفترات باش تفقد شويه اعصابك لكن في النهايه كل شيء ترجع كما يظهر للناس الكل وحاجه مش بعيده على التوانسه. نعرف الاباء برغم المشاغل نتاعهم اليوميه والمسؤوليات الحياه ونعرفوا اللي الدنيا صعبت من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه ديما عنده هاجس انه يحمي عائلته. احيانا الهاجس هذا هو اللي يخليه في بعض الفترات بعيد على عائلته ومهاره وقريب لهم بالقلب قريب لهم بالمشاعر والاحاسيس وكل ما يلقى فرصه يظهر لي ما يدخرش حتى شويه طاقه باش يعطيها لعائلته واسرته في مكان. ديما ناكدوا على التعاون بالمناسبه هذه بما انه عدينا فيديو لقينا فيها الاب معناتها محاط بالابناء نتاعو ويحاول زاد هو يخص لهم وقت من اوقات الفراغ ينجم على الاقل يتعامل فيها معاهم وهكاك يكون البو موجود مش كان الام تربي فقط. نمشي ونواصلوا مع لبنى في صورة اليوم الصورة اللي نجم نقولوا بارتاجيوها برشا وإلا علقوا عليها برشا لفيسبوك. صورة اليوم صورة
اليوم مش نبداها ساعة من الاستوديو نتاعنا باش نرحب بزميلتنا الكاميرا ومن نسرين حمدي تلتحق بفريق عائلتي بالدنيا ونسلموا على برهان وندويرو زميلنا العزيز اللي التحق بتجربة إعلامية أخرى. نسرين هكا باش نغلبوا شوية هيكل باش نتغلبوا زادتنا امرأة أخرى في البلاتو وهند باش نعملوا عليك كلام. صورة عندي مالك وعند الأولاد إن شاء الله معنا نسى صورة زياد والكل هي على ذاك جات بحذانا نسرين باش نعملوا شوية إكيليبر في استوديو. صورة اليوم عندي زوز صور الحقيقة. نبداو بالصورة الأولى مع عشر زملائنا في الإعلامية كيفاش بداو الترتيب. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي صورة الحقيقة فيها زوز جوانب، جانب يفرحني وجانب يقلقني شوي. أولا الجانب اللي قلقني خلينا نشوف صورة النساء راكبين في سيارة ومتوجهين في طريق السيارة طريق المطار المعروف هذايا في تونس. نسيت توانسة الكادحات اللي يمشيوا الصباح بيان سور يقصدوا ربي باش يخدموا على رواحهم ويلقطوا لقمة العيش. الصورة الحلوة هذه هي اللي أنا ديما نراها، النساء الكادحات اللي يخرجوا صباح بكري يشوفوا الكياس كيفاش فارغ ويرجعوا كان آخر الليل باش يزيدوا يكملوا المهام نتاعهم في ديارهم يتلهوا بصغيراتهم وفي غالب الأوقات يخدموا بأقل الأسعار الحقيقة. وديما نشوف صورة هذه حتى ساعات في الشمال الغربي ولا في الجنوب يبداو متعدين خاصة وقت تتزامن مع جني الزيتون مع جني المواسم الفلاحية المتعدة مع الحصاد مع وقت الجلبانة كيف الراهم كيفاش يبداو السكنات مكدسين فوق بعضهم لا لشيء إلا أنهم يخدموا بعرقهم وبجبينهم. هذه الصورة المشرقة اللي نحب نحكي عليها. والصورة الأخرى اللي تقلقني شوية هي أولا جانب السلامة الموجود في مثل هذا الحالات أنه نساء يبداو منهم الربية ما عندهمش لا قدر لها تصير اي حاجه والا حادث النجم ديريكتومون هما اللي يتعرضوا الى المشاكل. المشكل انه صارت حوادث وحوادث كانت كارثيه على اثرها توفاوا برشا معناتها سيدات تخرج باش تعمل في القطاع الفلاحي. هذا شيء مؤسف يظهر لي يلزمنا اليوم على الاقل نبدلوا شويه طريقتنا في النقل على الاقل في نقل العاملات. اما فما حاجه اخرى انا الحقيقه ما انتبهت لهاش شفتها زدت عاود ثبت فيها تو كان نرجع للصورة اللي يظهر لي الماتريكول يظهر لي سيارة إدارية إلى نتسائل فلا تشوفوا فيها فاطمة وهنا نتسائل معناها شنو إطار تبع الوزارة إطار النساء وين ماشيين هذوما نورمالمون هما يخدموا شنو الإطار بالضبط. نجم يكون قلهم معناتها هزهم معاه تطوعا ولا معناتها من غير ما اللي دارها في بالها. ولهنا زاد كيف نساء معناها بلاش ماهمش اسيوري راكبين في كهرباء نتاع إدارة زوم على النت نشوف فيه ما نحبش نقول شنو انا شفته ولا ما حاله ما نحبش نقول هي واضحه وزاره الفلاحه يعرفوا الناس اللي كل دونك هنا نتسائل حتى على جانب السلامه وجانب معناها كيفاش يخدموا السيارات الاداريه اسكو هو تطوعي والا في اطار الاوقات الاداريه والعمل ما نعرفش بالضبط. انتو كان نحب نخلي صوره المشرقه تحيه للنساء الكل الكادحات الموجودين في تونس هذه غنيه ليهم اللي ديما تنساهم الاغاني النساء اللي ديما تخدموش في ديما في ظروف سهله الحقيقه. شويه رجال ما يسالش كيف نعاود نرجع اللي يقول ما لقيتش خدمه والا ديما نشوفوهم في برامج البرامج الواقعيه نعم اللي تقول ما لقيناش خدمه ما يسالش نخدموا حتى 10000 15 ساعات نبداو نفرك صفات ما في حاجه في شكون يعاون في فبعض المهن تهجرت من مشكلتنا. ثم اماكن موجوده في تونس وقاعدين اليوم نتحدثوا عليها بكثره اللي ما تتوفرش فيها خدم معناتها الشباب غاديكا والا الكهول ما يلقاوش شنو يخدموا معناتها ما ثماش. ثم الفلاحه فاطمه متواجده توا في كل مناطق تونس. علاش المراه تمشي تقوم الخمسه نتاع الصباح باش تلم الزيتون وتلم الجلبانه وتخدم في الحصاد؟ علاش معناها علاش النساء كها ولات فما نوع من المهن الشاقه ولات معناها اختصاص نساء؟ علاه؟ هو انا نضم صوتي ليك صحيح كسب بياك ليه صحيح رايك خاطر بالحق نلقاو ثم برشا تقاعس وبرشا تخاذل من برشا شباب للاسف. اما هذا ما يعنيش اللي هو راه ديما فرص العمل موجوده ومتوفره.
ثم بعض هم يعتبروه شكل من أشكال التعفف على الفلاحة، لكن شخصياً ما اعتبروش تعفف، لأن الفلاحة تقعد من أقوى المهن ومن أنبل المهن، وبالعكس هي ربما اللي هي المساهمة في الأمن الغذائي، وكنشوفوا الأمن الغذائي ودوره في الاقتصاد أو ودوره في أمننا نحن التوانسة بشكل عام، يظهر لي نعرفوا الأمبلور والحجم بتاع الفلاحة، والناس لو اللي جربت الفلاحة بالرغم اللي يقولوا ثم صعوبات، وصحيح موجودة صعوبات لأنه ولات الفلاحة اليوم ترتهن الأشياء والمواد الكيميائية اللي هي تستورد ونجيبوها بالعملة الصعبة، لأن الفلاحة مكلفة، لكن في نفس الوقت أحياناً ثم بعض المهن ثم أصحاب مشاريع تسمحهم يحكيوا يقول لك روان عندي أزمة نتاع عمال، وحتى كي نمشيو أكثر ونخوضوا ونقلبوا أكثر يعني المسألة هذه نلقاو اللي جل العمال هم من النساء، وهذا اللي هما اللي يخمموا أكثر في المصلحة، في حين مرات نلقاو الرجال يبدأوا في المقاهي يبدأوا متقاعسين في نفس الوقت يلوموا على الدنيا ويلوموا. لكن هنا زاد ثم نقطة مهمة، الاستثمار زاد في القطاع الفلاحي راهو مربح بدرجة كبيرة، لهنا ثم ناس معناتها ماهوش سهل في كل لي دومين، معناتها في الميادين الكل ما ثم حتى حاجة سهلة، ثم الريسك اللي يلزمك تاخذه ويلزمك تعرف كيفاش تاخذه ويلزمك معناتها تقدم، معناتها ما تقولش أنا باش نعمل مشروع ممكن نخسر يسبق الخسارة، وإلا واحد يقف ويقوم، المهم هم معناتها يقدم لهنا، معناتها تحدث على القطاع الفلاحي، لا عقليه الربح السريع ما تربحكش أيه. ما تربحكش، لكن تستنى في عام باش تولي مليونير مش سهل، يلزم درايه بالموضوع بالفلاحه ناكد لك لبنى لازمك تعملوا دراسه قبل ما تبدا تخدم فيه. الفلاحه قاعده تقوم دورات، وهذا عينته من قريب، قوم دورات تكوينيه في عديد الاختصاصات، واليوم نلقاو في اختصاصات اللي هي تقريبا حديثه كما تربيه السمان، كما الفلاحه البيولوجيه، كما تربيه الحلزون، ثم قطاعات اللي هي حديثه ما كانوش اجدادنا يشتغلوا في المجال هذا، تطلب بعض المعارف، وزاره الفلاحه تنجم تقدم للناس تربيه الحلزون استثمار كبير ومربح للغايه. نلقاو في مواد التجميل شويه على الحلزون اللي هو ثم حتى يتم تصديره زاده، يتم تصديره، عندنا الفقاع، عندنا الفطر، عندنا تربية الأسماك، عديد القطاعات صحيح تتطلب يعني في بعض الأحيان فلوس، واليوم نلقاو حتى في القطاع البنكي نلقاو اللي القروض اللي هي موجهة للفلاحة تكون صعيبة شوية، لأنه حتى في مجال الانتريس ومجال القروض هذه تكون نسبة فايدة كبيرة، لأنه يعتبروها اللي هي قطاعات فيها جانب من الريسك اللي تحدثت عليه أنت، هذاك علاش في العادة تكون القروض، لكن يا حبذا نتشاركوا. فما تسهيلات زادة بالنسبة للفلاحة اللي نوعا ما كبار شوية عندهم بالحق تسهيلات، لكن يقعدوا يعانيوا كان من الاحتكار، هذه ممكن من الأشياء اللي معناتها اي الحاجات اللي تخلي الفلاح كما شفنا في الدقله في توزر، معناتها يقول لك انا معناتها نجنيها ونبيعها بسوم، ومن بعد تلقاها توصل بسوم اخر، وصلت اليوم الدقله ب 9000 ما بين 7000 و 9000. قوة الانسان انه يتجاوز، قوة الانسان ويلقى صعوبات يتجاوزها باش يحقق حاجات افضل، وهكا نهار اخر يولي فخور بروحه يقول انا راهو جاتني الصعوبات هذه وهذه وهذه وتجاوزها، وانا اليوم في الحاله اللي انا فيها، ان شاء الله الناس الكل ينجوا على منوال السيدات هذم اللي كانوا هما ربما انطلاقه الحوار اللي صار. ايوه الحلقه زاد المنجه في الفلاحه. دونك كارت بلانش لكل النساء التونسيات. نمشي للصوره الثانيه كيف كيف. قالوا لك اللي في البيت يا لبنى مترشين. في البيت شنو مش تخدم اكثر بالعكس. ديما نتحسوا على المراه العامله في البيت بالعكس. اللي راجلها يزم يخلصها يزم يخلصها يدفع لها فلوس في الدار في الدار على خاطرها نهار كامل وهي تحرك لهي بصغار تقالي خلاص معنوي ولا مادي مادي يزمها شهريه اللي قاعده في الدار يزمها شهريه. انا نشوفوا ثم في دول الغربيه ديجا تعرفوا اللي السيدات اللي معناتها في ديارهم ياخذوا الوكاسيون فاميليال على ابنائهم اللي يقراوا ويدرسوا وتكون هذيك كيما بريم منحه نتاع بطلبهم باش نحل قوس كبير على منحه البطاله اللي اليوم زاد البطال يحب على منحه البطاله وما تمش المصادقه عليها حتى كان مواضيع كبيره. لكن اللي نوعدكم غدوه ان شاء الله باش يكون معنا معناتها شخص مسؤول من جمعيه الشبان اللي اليوم يقوموا بتكوين الشباب اللي يبحث عن العمل، تاطيره انه يدفعوهم في سوق الشغل ويلوجوا لهم زاد تبادلات ولا مبادلات مع رؤساء الاعمال. غدوه ان شاء الله نتحدثوا في الموضوع هذا باكثر دقة، وخاصة باش نحدوا موضوع للعمل البطالة المواضيع هذه الكل.
نمشي ونواصلوا معاك. مازلت صورة. صورة أخرى. ما نحملنا ديسكسيون هذي كل. مازلت صورة. نمشيو لصورة ثانية تقول أغنية لطيفة ديما نسترجعوا شوية ذكريات، ما نحبش الأبيض وما نحبش الأكحل، ما نحبش الرمادي، نحب يا أبيض يا أسود، باش نخليكم تستنجوا شنو هو اللون الموجود بالضبط في الضوء هذايا، ضوء دونك حركة اللي نظم الحركة المرورية بالضبط. قولوا لي شنو هو أورانجي أحمر أخضر شنو بالضبط. نشوفوا الصورة الموجودة. موجودة الصورة؟ صورة اليوم. لا الصورة الثانية، الصورة الثانية عندنا الكتبة نتاع أفر اليوم، هذوكم الكتبة نمشيو نمروا نهبطوها غدوة. غدوة نحكيو عليها غدوة. أوكي. واضح، ما قلتليش عليها هذه. نمشيو نواصلوا معاكم مع هند بن عبد الله، نتحط اليوم على توندونس 2016 في تلوين الشعر، الطريقة نتاع التلوين اللي نتحطوا زادة على الكيراتين يجي قبل ولا بعد طريقة تلوين الشعر، نتحطوا زادة على كوب اللي يحب يعمل التغيير في الشكل نتاعو. ونعرفوا أنه الواحد باش يبدل الشكل نتاع وجهه يلزم يبدل الكوب نتاع شعره. دقيقة للأمهات. مرحبا بك هندة، هندة بن عبد الله اخصائية التجميل. اليوم شنو اللي طالع في الموضة نتاع تلوين الشعر؟ خلينا نبداو بالتلوين قبل ليكوب، الموضة نتاع ليكوب اللي طالعين في 2016، مازلنا احنا نكملوا 2015، تبداو من جانفي تقصوا شعراتكم معناتها هكا. دونك نتحدثوا على الالوان اللي اليوم نركزوا عليهم، شنو ما بالضبط؟ بون لي توندونس ساعة مرحبا على السلامة. اسمعني صوتك نص ساعة وإحنا نحكي وهند اسمعني صوتك. بون اليوم باش نحكيو على توندونس 2015-2016 على خاطر بريسك توندونس ما تبدلتش فاطمة. فما توندونس أخرى احكي لي عليها هند، شنو هو هذه التوندونس؟ توندونس نتاع ألوان ولوك آخر، استنى أنا باش ياخذها لنا زين. اين هند؟ اين ما شفتش ولا عرفت؟ لا مش هو ناكدوا، راهو نحاولوا ديما نتبعوا الموضه حتى العبيد تعجبها الموضه، وحتى كان ما تلبسش والا ما تغيرش تحب انه تشوف، تحب انه تشوف وتكون تعرف، تحب تعرف شنو فما وشنو ما فماش. شنو البوت هذاك؟ موضه؟ لا موضه، لا هو لا موضه طلع 2014-2013. اي سي، اما الالوان عجبتني الالوان، بما انكم تحكيوا على الالوان. هند بعد سلفوله. صح. بون المارياج كولور هو في كل شيء ما عادش يخوف، معناها ما قبل كنا ما نحبوش نلونوا برشا، توا في كل شيء ما عادش يخوفوا الالوان، كي ندخلهم في بعضهم نمزجوهم يعطيو حاجه حلوه. بون توندونس كولوراسيون 2016 فاطمه، قلنا بريسك الالوان هما بيدهم. فما لي كولور شوت اللي شفناهم ا partir من 2013، فما بليزيور كولور اللي زاد كيف كيف شفناهم من 2014، فما تاي اند داي زاد شفناه كيف كيف قاعدين هما بيدهم. سوف كو السنه ولينا نشوفوا شويه الوان غريبه شويه، معني علينا احنا شفنا البلو. تبعنا الصور هذه اذا كان يقفوا عليها التصويره يظهر لي ماشي هذه اسمه بالضبط برو. برو هذه برون وفيه شويه حموره. هذاك حموره؟ اي فيه شويه دوغي، فيه شويه حموره دوغي. كيف كيف هذايا سامحني، هذايا لبرون. هما فما زوز اسامي اللي هما لبرون والبرو. هذايا لبرون اللي هو ميلونج بين لبرون والبلون، نلقاو لي راسين فونسي واللونغور بوانت افتح شويه. بون التوندونس ياسر هذايا، نشوفوا لي ستار امريكان بريسك الكلهم عاملينهم، جينيفر لوبيز، نشوفوا حتى الليبانيزي تو. هذايا من الالوان اللي غراب شويه، مي سني موجودين بكثره. الكري، الكري هذايا شعر نوار ومجبود عليه. ما نخليوش شيب هندا؟ اي اللي عنده شيب يستحفظ عليه سني. وتشوف سيدات معناتها متقدمين في السن يخليوا شعوراتهم نورمال. هذه ملتي كولور اللي حكينا عليه، شفنا هنا شعر روزي في دي ميش بلون بلاتين، ونشوفوا حتى دي ميش كري الفوق. هذايا تاي اند داي، هذا بون ماهوش تاينده، هذا ملتي كولور فاطمه، في برشا الوان اخرى، فما الكري وفما لوتاني بلون وفيه الغوزي. بي هذا الكويفري من احسن الالوان، نحبهم برشا الالوان هذوما. لي كولور شود اللي تحكي عليهم بون جينيرالمون يقول لك تمشيو في الشتاء. والله هما يجا نقول لك فاطمه في الشتاء ولا حتى في الصيف تنجم تفتح معناها وتخلي مزيان. الكويفري يبدا كليغ مزيان برشا، والدوغي مزيان برشا، حتى الدوغي كولور شود زاده. هذا الكويفري زاد كيف كيف الكويفري، حبيت هنا نشوفوا دو زيكزومبل على خاطر يقولوا الكويفري يخرج كان على البلونت، اور كي نشوفوا فيه هذايا برو
ومزيان زاد عليها كيف كيف. الغري عنده شيء بيخلي شعره الغري كيف كيف نوار الفون ودي ميش غري كيف كيف الغوزي والكويفري والغري وبرشا الوان بون هذوما دي كولور شويه اوزي معناها اما تخي اوزي ما تنجمش مراه تحط هكا تنشوف وتخرج تخدم في اداره ولا وانا لي جون في انا كونتر الحقيقه ضد انه فوالا طفله صغيره تسمع بشعرها عبيد معينه عبيد مانيش قديمه ما ضد هذا الكويفري مزيان برشا زاده كيف كيف نشوفوا لهنا الطفله ماهيش بيضه اي مالغري سا محليها عليها اللون قاعدين في التوندونس تاع الروج والكويفري هذا يا فيولين روزي وغري و دونك اكثر اللي يمشي هذا معناتها الناس تحب حتى هذا مزيان برشا هذا البرو والبران اه فوالا مزيان برشا والكويفري زاد قاعدين دونك هذه التوندونس نتاع 2016 هذوما الالوان اللي نجموا نستعملوهم ديجا شعرك انت من الالوان اللي كان على موضه حابين نسالوك ديجا الساده المشاهدين اللي يحب يبعث بطبيعه التساؤلات نتاعو على البوبليكاسيون نتاع الصفحه مش على البوبليكاسيون نتاعنا احنا وين نبعثوا التساؤلات نتاعنا يسالوك الكيراتين يجي قبل الصبغه ولا بعد الصبغه قبل قبل علاش ماذا بينا ديما الكيراتين بعد ما نعمل الكيراتين نستحفظوا على شعوراتنا اوموان ثلاثة جماعات اربع جماعات ما نصبغوهمش باش نستحفظوا على الكيراتين نتاعنا كوم يلفو مي قبل تنجم تعمل ما فماش حتى مشكل به السؤالات اللي خارجه على الموضوع الحصه نسالوهم في اخر الركن بطبيعه نمشيو للموضه نتاع قصان الشعر اثناء طالع شعر القصير ولا الطويل ولا الكاري بون هو الكاري عنده ثلاث سنين مسيطر معناها يعني الكاري شفناه بانواعه الكل شفنا الكاري مسيطر الكاري بلونجون شفنا الكاري بلونجون شفنا الكاري ديغرادي شفنا الكاري بلونجون ديغرادي شفنا الكاري كور شفنا الكاري ميلون مي عم ناول اللي طلع هو الكاري د مامون لي كاري تاع لي زاني 60 عاود تشوفوا الصور بطبيعه ترافقنا خاصه الموضه نتاع قصان الشعر نعرفوا برشا عباد الشعر نتاعهم كي طويل يولي خفيف يولي طايح يظهر لي من الاحسن انه يعمل كوب مزيانه هكاك تغذي له شعره من الاحسن انه المراه تحفف شعرها معناها خاطر المراه التونسيه عندها مشكله مع المقص هذه الكاري تاع مامون هذه الكاري تاع مامون هذه رجعوا له عم ناول وقعد السنه كاري دي زاني 60 إذا اللي هو قد على قد هي القصة طالعة مي البيغ اللي هي مش طالعة كيكة طالعة شطر جبين عليها هذايا الكوب إيطاليا كيف كيف نشوفوا في لي كوب القصار فاطمة رجعوا ما عادش يقلقوا مي ما تيوش نسى الكل معناها مش أي مرة مزيانة برشا والكولور زادة مزيانة برشا الكاري بلونجون هذايا كوب لبنى كيف أما كيف؟ أما شجاعة برشا معناها يلزم شجاعة باش واحد يقص شعره بالحق خاطر لو فات تقتنع اللي أنت لازمك تتبدل هذا كوب هذا الإيفيلي ديغرادي زادا كيف كيف موجودة هذي. حتى سنة هذا زادا قبل نتذكروا لي ستار أوليودي ديما يعملوا هكا كان لي سيري كيف كيف قاعدين نشوفوا باقي في الكاري هو اللي مسيطر معناها هذوما الكلاسيك ديجا قبل كنا نستعملوا الكوب كاري برشا انا ما نحبش نقص شعري طلع هي توا رجعت بقوه الكوب كاري لا مانيش شجاعة ما كان باش نقص شعري باش نقصه غارسوني اش قولك ما نعرفش ما نعرفش المشاهدين هو هنا حبيت نشوف الكوب كاري شنو هيك الكوب كاري شكرا خاطر اللي باهت فيه تو خايفين على قصان الشعر من حسب نسمع في برشا مرات هندا تقريبا النساء نجم يعملوا كل شيء حتى بعد ما يقصوا نجم يعملوا اكستنسيون ويحاولوا يطولوا الشعر انتم تنجموا تطولوا لا نحن والله ثم نبات القاعده راه فيهم ولاو حتى يسبوا توا اولادنا لقاو دي كوب ولا يعملوا بالماش بون دي تونس جد يحبوا برشا جرأه برشا شجاعه هذاك علاش بقى في النهايه نسمع فيكم بكري ونشوف اللي يظهر لي كل شيء ولا متاح حتى في بالك رجال ولاو يعملوا الكيراتين معناها في شعوراتهم يعملوا دي فيزاج الراجل التونسي ليه ياسر بروحه راه بالحق يعمل كيراتين ليه والله يصافي بليزيغ علاش معناها حتى الراجل لازم يكون معناها مزيان وبريزونتابل وليه بروحه شنو المشكل مادام مش يعمل في العيب ولا في الحرام يعمل اللي يحب شعره مجعد ينجم يعمل يعمل كيراتين دابخي تو الكيراتين سي ان سوان شنو المشكل كان عمل كيراتين في شعره خير من اللي يعمل ديغيزاج ولا خير ما يعمل الجيل والجيل لون تيرم يطيح له شعره يعمل كيراتين شعره ولا لا
بون الصبغه سيغتيناش واحد كيوصل العمر ويحب يكاموفلي شويه الشيبه ما فيها بس ما نعرفش هنا كيستيون تاع قناعات ودي برانسيب وكل واحد حر ف كل واحد حر هذه احسن كلمه. حبيت نسالها على الكوب كاريك حكيت والكوب هذيا معناها شفت الموديل اللي انت وريتهم الكل وجههم مدور ما نعرفش وجهي كان شعار وجهها مدور. لا مش صحيح هي الحاجه الباهيه في الكاري بلونجون اللي هي تويتي اللي وجهها مدور واللي وجهها طويل سوف كو تتبدل حاجات مش هي الكوب هي بيدها مي نجمو ندخلو فيه ديغراداسيون نجمو نحيو ديغراداسيون نجمو الكوتي تاع القصه نبدلوها معناها تخرج كسوسوا على المراه اللي وجهها طويل باش تكاموفلي الجبين والكل والمراه اللي عندها البوميت باش تاخذ لها من خدودها واللي جبهتها عريضه نجم تزيد قصه بالضبط يعطيك الصحه بالضبط معناها الكاري بلونجون تخرج على المراه الضعيفه السمينه اللي وجهها طويل اللي وجهها مدور سي باغي معناها باغ كونتخ الكوب كاري نورمال دو بريفيرونس ما تعملهاش المراه اللي بصحتها واللي وجهها مدور على خاطر باش تزيد تعرضها لكلها معناها كيما الكوب اذا كان الكيراتين يجي على شعر خفيف يبدا شعر خفيف لكن مجعد لي نورمال فاطمه نورمال سوان احنا راه ديما نقعدوا نقولوا ما تخافوش من الكيراتين راه الكيراتين سي تان سوان مش لازم تشيرش الليساج فركس صحه شعرتك قبل ما تفركس الليساج معناها به ثم سؤال اخر يسالوك الوجه المدور شنو ما لي كوب اللي يمشيوا عليه ديجا كنت ديجا قلنا الكاري بلونجون كاري بلونجون كيف كيف الديغرادي في لي كيف القصير برشا لا سورتو با لا يولي وجه مدور يزيد يولي راسها صغير ومدور سورتو كي المراه تكون مليانه شويه معناها بصحتها شويه هما لي كوب غارسوني القصار يوتيو اكثر الطفله الضعيفه يعطيك الصحه كو سوا قصيره ولا طويله حتى التيتا يوتيها برشا الغارسوني كي تكون ضعيفه اما كي تكون بصحتها تولي تبان معناها بدنها مليان وراسها صغير باغابوغ لبدنها كي تبدا ضعيفه مش كي تعمل كوب كاريت تزيد تظهر اكثر انها ضعيفه يبداو هذوما فارغين وكل الكاري بلونجون لا الكاري كلاسيك سي على خاطر باش يهبط هو هاني قلت لك الكاري بلونجون في برشا خدمه فاطمه لبنى وبرشا معناها ما تنجم تتصرف كما قلت لك تنجم تعمل الكاري بلونجون نورمال كي تنجم تعملو ديغرادي كيما تنجم تطول في لي كوتي كيما تنجم تعمل ما فماش برشا كونتراست بين الكوتي تليني معناها هنا هو انت والحجام نتاعها وانت وشوف لي تري ولا ليغ نتاعها الوجه لوفال لوفال يوتي كل شيء كل شيء كل شيء لوفال ما يقلقش في حد شيء معناها كسوا في المكياج كسوا في الكونتورينغ في كل شيء لوفال المراه اللي عندها الفيزاج اوفال صح عليها معناها كل شيء يوتيها نمشيو للوجه الكاري اللي يبدا عنده لهنا كيفاش نقولوا شويه هكا العظمات هذوما خارجي كيف كيف الكاري بلونجون تنجم تعملها على خاطر الكاموفلي شويه كيف اللي وجهها مدور زاده كيف كيف وتنجم زاده تعمل ديغرادي مي تعمل برشا افيلاج من القدام باش تخبي القصير الافيلي ما يخففش الشعر كي تقص قصه افيلي بالعكس باش تعطي فوليوم لشعرتك ساعات تجيك كليونت شعرها غزير برشا تحب تعمل ديغراداسيون نقولوا لها لا ما نعملوش الافيلاج وديغراداسيون على خاطر شعر غزير مع ديغراداسيون وافيلاج شوالي هكا معناها باغ كونتخ المراه اللي شعرها خفيف ويبدا هابط ما فيه حتى منظر ما فيها بيس تعمل ديغراداسيون باش تعمل فيه فوليوم واضح نمشيو لتساؤلات اخرى ثم برشا يسالوا فيك باش نرجعوا للمشكله نتاع لي تاش اللي عنده برشا بلايص كحله في وجهه وغامقه هذوكم كيفاش نحيوهم كنا برشا مرات حكينا على لي تاش بغيون قلنا راه فما بليزيوغ كوز فما كوز هرمونال نتاع المراه لونسونت اي تو دونك قد تربي بعد ولادتها باش يتنحى كيما فما النوفيز هيجين دو في حاجات في ماكلتنا في كل شيء والبروتيكسيون سولير نبعدوا على الشمس فما وقت معين كيف نخرجوا ماذا بينا نيفيتيو الشمس وكان خرجنا سي اوبليجي نحطوا البروتيكسيون سولير نتاعنا ليكرون توتال كو سوسوا في الشتاء ولا في الصيف على خاطر لي زولترا فيولي يقلقوا ميم حتى كي تبدا سحاب يضروا من تحت سحاب دونك شنو نعملوا قلنا الويل دو سيزام به برشا داويكا شتاء نعملوه مي في الليل مش في النهار قلنا زاده كيف كيف من الروز قلنا من المعدنوس برشا حاجات كنا حكينا عليهم مي الويل دو سيزون بيسك توا شتا نجمو نستعملو كيما زيت السمسمه زيت الجلجلان جلجلان زيت الجلجلان في الليل الوضع عليه راه مش من اول معناها ابليكاسيون ولا ثاني ابليكاسيون سي باش يتنحاو لي تاش لازمنا ديما في الحاجات البيو نصبرو وبيان سور زيد نعملو بروتيكسيون سولير اون باراليل
مش نعمل في الليل وفي النهار نخرج للشمس ولا نشوف الدنيا مسحبة شوية ما نحطش ليكرون تاعي. إيمان تسأل فيك قالت لك اللون الكويفغي معناتها اللي فيه أكثر كأنه صديدي اللون. هو الكويفغي جاية من كويفغ دونك تنجم تصبغ عليه وإلى بعده لون فاتح وتنجم تحط فوق قماش وإلى لا. الكويفغي إي. بار كونتر الروج صعيب شويه الكويفري على خاطر بوحده بلا غسيل يبدا يفسخ بشويه بشويه تنجم تعبيه بالماء وتعمل فوق لون ما يقلقش الاحمر علاش الاحمر صعيب شويه بالضبط الاحمر باش تخرج عليه الماء وتعمل كولور فاتحه فما برشا حاجات لازمك تعملها مرات انا يكلموني نسيت تقول لي انا شعري احمر ونحب نعمله باغ اكزومبل كيما لبنى نقولها هني صعيب شويه وحدك ماكش باش تشري تنتور وتعملها الاحمر والباز نتاع شعر العبد مش انت والباز فاطمه حتى نقول لك مش كيما امراه عامله ابليكاسيون بركه كيما امراه عندها 3 ولا 4 سنين تعمل في الروج ولا عندها عام تعمل في الروج سي ديجا كبش في الشعره مش باش تحط فوق الكولور باش يخرج لها ديريكت كان عملت جوست ابليكاسيون وتغسل برشا مرات بون سي بوسيبل معناها يفتح لها مي سي فاتت ال 4 5 ابليكاسيون يكون صعيب شويه باش وحدها وتحط كولور في دارها وتخرج ماش ويخرج لها البلون اللي حاجتها بيه. باهي فما شكون يعمل الحنه للون باش ياخذ اللون هذاك باهي اكيد الحنه هايله برشا الحنه ما تنجمش تعمل بعدها صح؟ من بعد ما تنجمش تعمل فما مده معينه تنجمش تعمل 3 سنين يظهر لي لا بون فوق العام وشويه هكاك ما لازمكش تعمل تنتور مي الحنه ما عندكش فكره قداش بيها للشعر باهي سالوك وصفه باش يطولوا شعوراتهم ما يحبوش الشعر القصير اول حاجه باش يطولوا شعوراتهم يقصوا لي بوانت لي بوانت هذه لازم معناها ريتك اللي يبداو لي بوانت نتاعها مقصفين والكل وتقول لك لا ترى المقصه تفجع وتقول لك لا قولها راهو الشعر كل شهر يطول سنتي ونص معناها انت كي تقصك نص سنتي في الشهر ما يقلقش اما كي تخليه يولي 5 10 سنتيمتر وقتها تحس الديفيرونس كي تقص لي بوانت قص شعرها حكينا ديما نقولوا سورتو لي ماسك هيدراتون للعباد اللي عندهم لي بوينت والكل هذاك علاش الشعر ما تطويلش حكينا على المايونيز حكينا على الكيراتين للعباد اللي عندهم لي موين نجمو يعملوا الكيراتين المايونيز الزبده العربي البيور دو كاريتي هذوما كل حاجات تطول الشعر قداش نقعدوا ما بين الكيراتين والكيراتين باش نجمو نعاودوا نعملوا هو جينيرال بين 4 و6 شهور الكيراتين يقعد على خاطر بالغسيل والكل يتنحى بين 4 و6 شهور نورمالمون الكيراتين موجود في الشعر معناه واضح فاطمه خامسه قالت لك نهار حطيت هكا تفاعلا معاك نتاع مع مع ثم سؤالات ما نقراهمش ولا غالب ما يجونيش خامسه قالت لك حطيت فما نهار حطيت ورد الراجلي الصباح فرحت بيه معناها حبت تفرح بيه شو عملها ال 11 نتاع الصباح دونك ما تشجعش الحكايه برشا حكيت الورد فما برشا تحليل يتفرجوا فينا كل يحكيوا على المراه اللي تقعد في الدار تو يعطيوكم شهريه ما تخافوش تو نطالبوا بشهريه للي يتفرجوا فينا في الدار به دونك هذوما هما الاسئله كملنا مع الاسئله شكرا لك هند بن عبد الله على الحضور معنا ما لقيناهاش على الرجال على هيكل مثلا الكوبا اللي عملها تويتي فورمة وجهه ولا طلع الماضي هيكل في الشعر شويه شي ابيض الفورمة نتاع وجهه هكا تجي معناها طنطان طب شو دوروا لي انا هكا مش الابيض هيك خاطر فما رجال يتفرجوا فينا اللي هي برشا مش ما عنده فيزاج اوفال هيك دونك يواتي كل شيء حتى كي يحب يطول شعره نورمال نصبغ زيادة؟ لا تصبغ لا مي كيراتين بوركوا با معناها بالحق علاش لا انا جو بريفير تعمل كيراتين مي تقعد ديما تحط في الجيل كيراتين؟ ايه ممكن تمشي طايح الشعر ولا؟ معناها بلو ليس باش تولي اماني هيك لا معناها مش طيحه بمعنى تطيح بمعنى باش تولي طايحه تولي سوب لا معناها تولي بياني نحن الرجال العكس خاطر الرجال يوليو يلوجوا على الفوليوم مش يلوجوا على انت تلوج على الشعر اللي تبدا هابطه دونك الراجل ماذا بيه حاجه تبدا ما كيبدا شعره معناها ليس والكل من غير ما يوقفوا بالجيل يعملوا على جنب يعملوا الرجال يعملوا اكثر في السير ما يبعدوا شويه على الجيل والله اللي قاعدين باقي يعملوا في ديفريزاج وباقي معناها باقي فما رجال مازالوا برشا يعملوا الحكايه هذه قعدت كيف ما انت هيك لا تبارك الله علي لي بيان ما شاء الله علي لي بو واضح شكرا لكم ان شاء الله على الاقل جاوبنا الناس الكل باش نمروا لفقره زوم النت وشنو هبط في الانترنت خاصه مقالات والا ديزارتيكل ولا بلاغات تهم الراي العام باش نتحدثوا زاده على فيسبوك فيسبوك اليوم اللي قاعد يثير في ضجه كبيره حوله خاصه بعد ليزاتونتا اللي صاروا في باريس نبداو بالبلاغ اللي اصدرته وزاره العدل في 17 نوفمبر 2015
على إثره سيتم إثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عليه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون. وفي البلاغ هذا تحدثوا على أنه سيتم محاكمة الصحفيين طبقا للفصل 31 من قانون الإرهاب، لأنه تم تمرير صور لمبروك السلطاني، والصور هذه كانت مشينة نوعا ما، والصور كانت مزعجة للرأي العام. في المقابل بعد ما صدر البلاغ هذايا لوزارة العدل، نقابة الصحفيين ما وخرتش برشا، أصدرت بيان أكدت فيه أنه البلاغ هذايا يأتي في سياق أعلنت فيه الحكومة الحرب على حرية التعبير وحرية الرأي والإعلام. إذن نقابة الصحفيين قالت في البلاغ نتاعها أنها تحذر من أيضا المحاكمات هذوما اللي هي تمس من حرية الصحافي في العمل نتاعه، أنه لا أحد يزيد على الصحفيين في التصدي للإرهاب. أنها تذكر بأن النقابة والهيكة هي الجهة الوحيدة اللي تحدد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات، وأنه محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 يأتي في سياق الإجهاض على حرية التعبير والعودة إلى مربع الوصاية والتركيع والقمع. إذن هذا هو البيان اللي أصدرته نقابة الصحفيين، وإحنا زادة نستغرب بصفتنا صحفيين أيضا معناتها البلاغ هذايا اللي صدر على وزارة العدل. اليوم شنو باش يصير؟ على الأقل ننتظر التفاعلات من الحكومة التونسية. بالتوازي فيسبوك أيضا اليوم برشا يتحدثوا عليه، خاصة فيسبوك اللي اليوم أطلق نافذة أو معناتها موقع يحاول أنه فيه الناس تسينيالي المواقع اللي تخص تنظيم داعش. كنا قد تحدثنا البارح اللي مجموعة أنونيموس وقت اللي تحدثوا قالوا أنهم سيعلنون الإرهاب الحرب على داعش، قاموا بإغلاق 9200 موقع على تويتر. اليوم فيسبوك أيضا فتح الباب أمام الفيسبوكرز، العالم أجمع يدخل فيسبوك باش ينجموا يسينياليو هما بطبيعتهم المواقع اللي يشوفوها التابعة للتنظيم هذايا، على الأقل يحدوا من الحرب نتاعو اعلاميا. اليوم يظهر لي ولينا نفهموا انه الحرب ماهيش حرب بسلاح فقط، اليوم الحرب في المواقع الالكترونيه، الحرب في الاعلام. اذا لهذاك السبب اليوم فيسبوك معناتها اطلق الموقع هذايا باش الناس تنجم تعمل سينيال للمواقع الخاصه بداعش. وبالتوازي ثم برشا ناس تحطوا قالوا علاش فيسبوك ما تحرك كان توا وقت اللي صارت الهجمه على باريس، وقت اللي الفلسطينيين يعانيوا عندهم قرون السنين، وقت اللي سوريا تعذب كل يوم، وقت اللي العراق أيضا تشتت كل يوم، علاش وقت اللي المسألة هذه تهم الغرب؟ قال هو بالتوازي أيضا معناتها سيتم أخذ الحيطة مستقبلا خاصة من التنظيمات الإرهابية هذه. باش نمشيو نواصلوا معكم في موضوع حصتنا لليوم، قلنا نتحدثوا اليوم على الأراضي، على العقارات، على الأراضي تحديدا الفلاحية والأراضي الاشتراكية فيما يهم التونسي. تابعونا في البلاتو رقم 2 بعد ألبوم الصور.
نجم معكم بلاتو عائلتي بالدنيا. مرحبا بكل من يلتقط صورتنا وصوتنا الان. نتحدثوا في موضوع مهم ومهم للعائلات التونسيه ككل، اي الاشكاليات التي تطرح اليوم في مساله الاراضي الخاصه بالسكن. اليوم يحضر معنا مدير النزاعات بالوكاله العقاريه للسكنه سي فخر الدين كليش. اهلا وسهلا ومرحبا بك. كليش فخر الدين كليش. كليش بالتاء مش بالكاس. واضح. مرحبا بك. عايشك وبيك اكثر. عائلتك ليش؟ كليش مرحبا. دونك اليوم سي فخر الدين نتحدثوا في مساله مهمه برشا اللي هي متعلقه بالاراضي الخاصه بالسكن. وانتم بصفتكم وكاله عقاريه للسكنه تقتنيوا اراضي دوليه ويتم تسويقها من بعد للخواص والا للعموميين، للشركات العموميه ولا ايضا للناس اللي تحب تقتني اراضي. خلينا نفهم الساعه كيفاش تشتغل الوكاله اليوم. الوكالة العقارية للسكنة هي مؤسسة عمومية، معناتها ولا منشأة عمومية، اختصاصها هي اقتناء الأراضي الصالحة للسكن ثم تهيئتها ثم بيعها. البيع يتم سواء كان للخواص كمواطنين عاديين، سواء للباحثين العقاريين الخواص ولا الباحثين العقاريين العموميين. وكذلك مثلا الباحثين العقاريين العموميين نقصد هنا نقصدوا بالسنيت بسبرولوس الى غير ذلك. انتم منين تقتنيوا الاراضي؟ هل تسند لكم الدوله؟ الاقتناء عندنا معناتها طرق عديده للاقتناء. منها الطريقه الاولى هي الاقتناء العادي، الشراء معناتها من عند الخواص، وعندنا معناتها نسبه كبيره من عند الدوله. هذا هو المبدا. فهمتني؟ عندنا اراضي تسندها لنا الدوله ولا احنا نطلبوها عاده من الدوله لمعناتها انجاز هالمشاريع هذيا. وعندنا عقارات. كيفاش تعطيها لكم الدوله؟ والله بمطلب هو يتم معناتها على ضوء. هي العمليه ككل تبدا الساعه باعداد برنامج تدخل معين. تكون انتم المنطقه الفلانيه نحبوا نعملوا فيها مشاريع سكنيه والله ولا نحبوا نهيئوها هكا؟ هو مش فعلا، لكن مش بالضبط. نوضحوا اكثر. هو احنا برامجنا عادة ما يقع معناتها احداثها على ضوء امثلة التهيئة العمرانية اللي تم تصيرها على مستوى البلاد. فهمتني؟ خاطر ما نجموش ندخلوا احنا في اراضي غير مهيئة للسكن. ما ندخلوا كان في اطار برنامج تهيئة مخصص عمراني مخصص. ولهنا معناتها فما تعاون ما بيننا وبين البلديات، ما بين السلطات الجهوية في احداث هالاقطاب هذيا. نحاولوا احنا باش نعملوا اقطاب سكنيه، فهمتني؟ والتدخل نتاعنا يكون اما عن طريق احداث دوائر تدخل عقاري بالاشتراك مع السلطات، قلنا الجهويه، فهمتني؟ نعم. وحتى السلطات العموميه الاخرى، ولهنا نشاركوا حتى الوزارات الكل وناخذوا راي الوزارات الكل، فهمتني؟ يقع احداث هالمناطق التدخل العقاري اللي فيها الوكاله تتمتع باولويه شراك الاراضي هذيك، والاراضي هذه تنجم تكون على ملك الخواص كما تنجم تكون على ملك الدولة كما تنجم تكون على ملك الشركات إلى غير ذلك. مثلا اللي عنده قطعة أرض في لاحية تنجم تاخذها له الدولة وتسندها من بعد للافاش؟ هي قطعة أرض في لاحية إذا ملك على ملك خواص. نعم. عنده فيها شهادة ملكية، عنده فيها شهادة ملكية إلى غير ذلك. حق الملكية مقدس، لا يمكن معناتها إسنادها إلا إذا الدولة انتزعتها لصبة المصلحة العامة. مثلا المصلحة العامة لهنا، إذا كان بعدك أخذتها من بعد نلقاو مشاريع سكنية. مو هذا ممكن تطور فكرة المصلحة العامة في تونس. نقولوا احنا من السبعينيات. كان عندنا معضلة نتاع السكن. والدولة أحدثت معناتها الوكالة العقارية السكنة في سنوات السبعين 73 بالضبط، هي والوكالة العقارية السياحية والوكالة العقارية الصناعية. وخاصة الوكالة العقارية السكنية. لشعورها بمعناتها ضرورة توفير مسكن لائق للمواطن. نعم. وكان لهنا احنا نقولوا السكن من المنظور هذايا يكتسي صبغة المصلحة العامة أو لا؟ لهنا سؤال تطرح معناتها على الأجيال اللي فاتتنا. وقروا على أنه الدولة التونسية في حاجة إلى سكن معناتها أنها توفر سكن لائق للمواطن. وبالتالي لهنا اكتسيت معناتها هالعمليه هذه اكتسيت صبغه المصلحه العامه. نعرف المصلحه العامه باش تعمل طريق، باش ما نعرفش ممكن في مكان باش تدخل الضوء ولا باش تدخل الماء والا
نقولوا احنا معناتها لخدمات معينه، اما مش باش واحد يفك ارض مثلا تكون فلاحيه ينجم هو نهار اخر يحاول انه يجري باش يعاود يهيكل الصبغه نتاع الارض نتاعو يبني عليها زاد هو مسكن. لا هذا ما يمنعش. هو راهو اسمع فكره صبغه المسح العامه هي متطوره فهمتني، وتطورت على عبر مراحل. وقت اللي انا نجي نقول في السبعينيات كان المواطن التونسي في حاجه الى سكن. اما معناتها لهنا ظهرت صبغه المسح العامه. تقول لي انت صحيح معناتها هو كيف راوها بالواجهه اللي انت قدمتها انه تنتزع ارض على ملك خواص باش تسندها الخواص. لهنا تظهر تقول عليها عمليه الحقيقه معناتها فكين. فكين هو الانتزاع هو فكان. لكن هل يتم التعويض لهنا؟ بيان سور هاو تنجيك كيفاش التعويض بيان سور يلزم يكون فما تعويض وعادل زاد. نعم. تعويض وعادل بنفس القيمه يعني. بالضبط. احنا كنا نحكيو على الاراضي الفلاحيه اللي اكتسحها البناء الفوضوي. ونحكيو على الاحياء اللي تكونت خصوصا معناتها ما في السبعينيات وفي الثمانينات معناتها حول المدن الكبرى. اللي كان مش مجهود الوكاله اللي راهو فيه اليوم راهو حطوا في ثلاثه ولا في اربعه. واضح. بالضبط. اليوم وقت اللي راهو معناتها مشاريع كبرى كيما في النصر، في المنار، في المروج، هذا في تونس الكبرى. من غير ما نخرج معناتها المناطق الاخرى في سوسه، في صفاقس، في مسيره، خاطر احنا تدخلنا في معناتها. لكن اقتصرتوا على الولايات الكبرى. لا والله العواصم لا مو صحيح، مو صحيح. عندنا برامج تدخل قديمه خدمناها في قعفور، خدمنا في سليانه، خدمنا في جندوبه، خدمنا في الكيف، خدمنا في تبرق، خدمنا في قفصه، خدمنا في توزر الى غير ذلك. لكن الضغط وين يظهر اكثر؟ في المدن. يظهر في المدن الكبرى. لذلك ترى تقول انت تقول عليها البرامج موجوده كان في المدن الكبرى. او انت كان توا معناتها تشوف البرامج اللي احدثتها الوكاله ولا اللي هي مزمع احداثها، فهمت؟ تلقى برامج متفرقه على كامل تراب الجمهوريه. صحيح تكون متفاوته ما بين الجهات، الخطر هذا فما طلب، عرض وطلب هو اللي يحكم فيه، فهمتني؟ وقت اللي انا نراه في المدن الكبرى الطلب يفوق بكثير طاقه حتى معناتها الدوله ولا طاقه مؤسسه كالوكاله. معناتها ما عليك كان باش تحاول انت ولو تلبي جزء منه. هذه طريقه. والطريقه هذه راهو مش معناتها وقت اللي نقولوا معناتها نرجع لك الانتزاع، خاطر برشا ناس يمشي في ذهنهم انه الانتزاع هو فكان كما قلت انت. هو انتزاع المناطق هذه لاحداث معناتها اقطاب معناتها سكنيه كما كنا نحكيوا عليها. عاده كيفاش تتم العمليه؟ الخواص يعرضوا عليه راهو معناتها الدوله والمؤسسات والقانون فهمتني؟ يعرض عليه انه يشارك في برنامج التهيئه. مش الانتزاع ديريكت نمشيو للانتزاع. احنا عندنا معناتها مناطق مش لازم نذكرها في تونس العاصمه، مناطق تدخل فاتت ال 200 هكتار و 300 هكتار، شرينا اكثر من 70 و60% منها بالمراضات. معناتها نتقدموا للمواطن، نعرضوا عليه الثمن نتاعنا، يقبل، نعملوا العقد ويخلص معناتها في العقد. لكن عاده ما يكون الثمن زهيد. والله هو الثمن على خاطر لهنا معيار تقدير الثمن في المناطق هذه. فما معيار نتاع السوق العقاريه اللي موجوده، واليوم معناتها فيها كثرة المضاربات وفما معيار نتاع الثمن بصفة علمية. خاطر توا أرض فلاحية، خاطر هو عادة هي أراضي فلاحية ندخلوا فيها ولا فقدت الصبغة الفلاحية وتطورت ولات سكنية حسب برامج أمثلة التهيئة اللي مسطرة الغادي. هالأرض هذه وقت اللي تبدا معناتها أنت تمشي على قيمة الأرض حسب الصبغة نتاعها. الصبغة نتاعها تبدا فلاحيه. فلاحيه ما تنجمش تقول لي ارض فلاحيه باش تسوى 200 دينار 300 دينار الميتر. باش تصرف عليها تهيئه وباش تصرف عليها بقطع النظر على ذاك. نحكيو توا على معناتها القيمه الحقيقيه للعقار. تشيو ب 70 دينار الميتر؟ وصلنا نشيو اكثر من 100 دينار اليوم. في اراضي علاش دخلها امثله التهيئه. اما في اراضي توا كما قلت لك ان ندخلوا عن طريق معناتها دوائر التدخل العقاري. هي عاده هالدوائر التدخل العقاري تنجز معناتها في محيط المدن. فك الاراضي اللي انت كانت بالسيابه باش تولي لك معناتها بناءات فوضويه وباش تولي معناتها بناء عشوائي وباش يعمل لك معناتها مشاكل كبيره سواء على المستوى الاجتماعي الاقتصادي حتى الامني اليوم نراو فيه. لذلك معناتها لازمنا احنا نستبقوا وندخلوا الاراضي دي مش نغيروا لها صبغتها هكاك ونفوتوا فك معناتها كل الاراضي الفلاحيه معناتها نخلوا عليها، لا الخطر هي راهي فاقده صبغتها. مثلا انت عندك معناتها اليوم باش تاخذ ارض فلاحيه باش تبدل لها الصبغه نتاعها باش تدخل عليها برنامج كامل للتهيئه. الناس اللي مثلا يتم خاطر جات برشا تشكيات في الاطار هذايا، الناس اللي تاخذوا لهم الاراضي نتاعهم ساعات يقول لك ما نحبش فلوس، خويا انا اعطيتك ارض رجع لي ارض. بالضبط. وهذا من حقه. وهذا من حقه. احنا في كل منطقه
سواء معناتها كان الاقتناء بالمرادات كما فسرت لك، ولا سواء كان عن طريق الانتزاع. باقي عندنا الاولويه للمالكين الاصليين للمنطقه. نعطيهم الاولويه. فمعناتها الاولويه هذب له المسكن نتاعو باش يسكن فيه. لا هما عادة اراضي بيضاء. احنا وقت اللي هو بانك الارض البيضاء نعطيه احنا كما نقولوا الالتزام باش ياخذ غدوه مقسم مهيئ مجهز في البلاصه هذيك. في البلاصه هذيك. في المنطقه هذيك. فهمت؟ مش بالضبط ممكن في ارضه، خاطر ارضه قد تكون طريق، قد تكون منطقه خضراء، لكن نحكيو في المشروع. وفما اللي معناتها انت وحسب المساحه نتاعو، فما اللي نعطيهم اكثر من اولويه واحده. يكون عنده ابناء نحاولوا معناتها باش نعاونوه على شيء زي. فما شيء اخر احنا نشجعوه اللي كان هو يحب معناتها يندمج ويدخل معنا في المشروع انه يقوم بالمشروع هو. شو معناتها يقوم بالمشروع هو؟ عبر المساهمه واول المشاركه في التهيئه. هي هذه معناتها دي نوسيون جدد جابهم المشرع في المجله، انه مالك الارض عوض ان يحيلها للمؤسسه كوكاله. نعم. ينجم هو معناتها يدخل مساهم او مشارك في عمليه التهيئه. ستدي يحتفظ بالارض نتاعو. اكيد. تقع التهيئه نتاعها من قبل الوكاله. يدفع فلوس. يدفع مقابل مالي ومقابل عيني. نعم. مقابل مالي يتمثل في المصاريف نتاع التهيئه. وتعطيه شويه من الارض باش تعمل طريق ولا حاجه. لا هو انا قلت لك يقع فما مقابل مالي. المقابل العيني اللي هاكا نفسره لك، مقابل مالي يتمثل فك التهيئه اللي باش تنجزها الوكاله. اكيد. كالطريق والكياس والبرنامج ونتاع اللو الى غير ذلك، وجميع التجهيزات الاساسيه في المنطقه. والمساهمه العينيه هو الارض. نعم. كيف هو يحتفظ بارضه؟ نقول هو عنده هكتار. معناتها 10,000 متر مربع. انت كل 10,000 في كل مشروع نقول هو فيه 100 هكتار، ثم نسبه كبيره باش تمشي للمناطق الخضراء. نعم. باش تمشي للطرقات. باش تمشي للتجهيزات العموميه الى غير ذلك. واو. هو يلزم عنده يكون يشارك فيها بنسبه حسب النسبه اللي باش تقتطع من كامل المشروع. عشان نقولوا احنا كامل المشروع طرقات وهالتجهيزات الى غير ذلك كانت في حدود 40-50%، باش نقصوا انت 40-50% من المساحه الاصليه اللي هو ملكها. اكيد. وياخذ الباقي صافي خام في شكل مقاسم. المقاسم هذه على حسب باقي نقولوا على حسب المثال نتاع التقسيم الغادي الجاي. هل غايه من الوكاله اليوم مثلا هنا المواطن يلزم يفهم البنايات الفيضويه اللي بني كوخ وعنده تراب كبير معناتها، ولا حتى اللي بني كوخ احنا لقينا ناس في بعض المناطق نلقاهم بانيين معناتها عندهم معناتها بنايات قديمه الى غير ذلك، هي اذا قابله للتحسين. هي عشوائيه. هي عشوائيه. لا هي عشوائيه. احنا نحاولوا كيفاش كان فما الارض. لا ارض وي. احنا نحاولوا كيفاش كان فما الامكانيه باش ندمجوه في التقسيم. اذا فما الامكانيه بيصير هو باش يحسن الى غير ذلك. فهمتني؟ اذا ما فماش الامكانيه، مثلا الارض نتاعو جات في منطقه طريق، جات في منطقه خضراء، يقع التعويض. التعويض كما فسرت لك، اما يكون تعويض ذات عيني نعطيوه ارض مقابلها، ولا يكون حتى مالي. في عديد الحالات المواطن يحب يقول لك اعطيني التعويض مالي انا نتاعي وكهو. هذه الاولويه. هذه مساله واضحه. باش نجيو بعديك سي فخر الدين، تحطوا على المشاريع نتاعكم، شنو عندكم، شنو مجهزين اليوم للمواطن؟ اليوم ثم ازمه سكن كبيره. سكن كبيره. ثم عديد من الناس اللي تلتجا للمساكن الاجتماعيه، والا تلتجا زاد للوكاله باش تقتني اراضي، والمده نتاعهم الطول اكثر من 20 سنه، ثم من 15 ل 20 سنه. يقول لك كل عام نمشي للوكاله ونجدد الطلب نتاعي، وما ثم حتى شيء لليوم. والله هو في حقيقة الأمر احنا كانت الوكالة منذ أحداثها كانت ساعية معناتها باش تلبي طلبات معناتها نتاع المواطن. لكن الطلبات من سنوات 70 لليوم شهدت نسق تصاعدي كبير كبير ياسر، خصوصا في السنوات الأخيرة. شنو أسباب وشنو تفهم؟ أنا بالنسبة لي أنا اللي هو رأيي الشخصي، الأسباب نتاعو أكثر حاجة هي هجرة معناتها المواطنين، باش ما نقولش نزوح. نعم. هجرت بعض المواطنين من المناطق الداخليه للمناطق الساحليه. عليه؟ خاطر هو يفتش الحقيقه على عمل ظرف عايش، لا على ظروف عايش خير. خير. خاطر الحقيقه وهذا هو اليوم نشاهدوا فيه كنا، فما تهميش للمناطق الداخليه. نعم. فهمتني؟ لذا هالفلو هذا اللي جاء خصوصا بعد الثمانينات وفي التسعينات استفحل في التسعينات، فهمتني؟ الدولة ما كانتش متحضرة. ما كانتش متحضرة. قبل في الثمانينات ما كانش عندنا هالضغط هذايا احنا نتاع المطالب. كانت مطالب معناتها تجي مباشرة في مناطق رفيعة معناتها. مش ما نقولش المنازل إلى غير ذلك، منارات كانت متوفرة. من التسعينات إلى غير ذلك أنا قلت لك نصورها
بهجرت معناتها من مناطق داخلية للمدن الكبرى عايشة فيها وتجي بالضبط. ممكن الفلاحة برشا ناس هجرت الفلاحة، كان قبل الفلاح وولاده وكل شيء ما يسيبش أرض والغادي ما فماش مشكل تاع سكن، خاطر الأراضي متوفرة في المناطق الداخلية معناتها تلقاها عنده معناتها داره في منطقة ثانية كبيرة. كيما راهو توا في البلدان المتقدمة الناس قاعدة تهجر في المدينة. صحيح. فهمتني؟ خاطر معناتها الكاليتي دو في معناتها أحسن البر خير. احنا تو العكس، ممكن تجي غدوة يفهم المواطن شوية يولي يرجع إن شاء الله أكيد. إن شاء الله يرجع للأصل نتاعو. هو بديت معناتها اليوم حتى نتحدثوا المواطنين يقول لك ماذا بيا نبعد على وسط العاصمة. بالضبط بالضبط. المول اكتظاظ، الناس الكل معناتها مصبوبة على بعضها، البنائات اكتظاظ الكري برشا حاجات. وهاك شفنا الغلاء اللي راهو فيه، هذا كله من جهة أنا راهي تجربة شخصية. صحيح برشا من بعد معناتها الاختصاصيين يقول لك معناتها عندنا مشكل نتاع سيطرة عقارية وعندنا مشكل نتاع معناتها توفير أراضي معناتها بالنسبة اللي تنجم معناتها تستوعب هالطلبات هذه، لكن يظل لي أنا المشكل الحقيقي، المشكل الحقيقي كان نحب نشخصوه هو راهو هذا. لكن خاطر أنا نقول كان فما تفاوت جهوي. نعم. كان الجهات اللي نقولوا احنا داخليه اليوم لقات التنميه ما كانش يجيك للمدينه وما كانش يجيك للمناطق الساحليه اللي هي العقاريه للسكنه بصفتها زاد هي مؤسسه عموميه تابعه الدوله ما تنجمش تتدخل. شجعنا احنا العكس، احنا العكس عندنا بقايا توا في مناطق معناتها داخل الجمهوريه نلقاو فيهم ميفونت معناتها نعرضوا للبيع ما لقاوش معناتها طلب، ما لقاوش طلب. الطلب وين اللي لاحظوا فيه؟ في المدن الكبرى وفي المدن الساحليه. فهمتني؟ في المدن الساحلية ابدا من بنزارة هابط تونس نابل مسير إلى غير ذلك سوسة صفاقس نوعا ما مش نفس معناتها المطالب ولات رهيبة. واحنا كوكالة راهو هذا مش مجهودنا وحدنا، مجهود دولة كاملة. أنا ما نجمش كمؤسسة عمومية بالوسائل اللي عندي سواء ولا بالموارد البشرية اللي عندي بالموارد اللوجستية بالموارد المادية ما نجمش مهما كانت معناتها قدراتي ومهما كان معناتها مانيش باش نجم معناتها نوفر السكن لكامل التونسيين. نحاول باش ندعم مجهود الدولة لكن الدولة زادت ما دعمت. الدولة كانت تتدخل قبل في السبعينات بنسبة 40% في المسألة نتاع المساكن، اليوم تقلص تدخل الدولة ولا تقريبا 10 13%. لا مش صحيح. العشرة العشرة في المان في نوع شو معناتها؟ وليتوا تصعدوا أكثر للخواص. الخواص اليوم هما اللي مسيطرين على السوق وهيك علاش ثم مضاربة اليوم ولات تصبح في الأسعار. لا هو احنا حاولنا معناتها مهمتنا ان باش نتصداو لهالمضاربه خاطر كنشوف الاثمان اللي تعمل بها الوكاله. هو عليه معناتها يجي طلب من عند المواطن خاطر الاثمان اللي تعمل بها الوكاله هي اثمان معناتها دون معناتها بكثير الاثمان الموجوده على السوق. اليوم وقت اللي معناتها الوكاله معناتها تبيع في تقسيم معين مهما كان معناتها في تونس ولا في خارج تونس ولا في مدينه كبيره ولا في قريه ولا غير ذلك تلقاه اقل حاجه اقل 4 مرات من السوق العقاريه المتواجده ولا من الثمن المتعامل به في المنطقه. فهمتني؟ لذا عليه تلقى المطالب على الوكاله نرجعوا للسؤال اللي قيدوا عندهم 20 25 سنة. اي نحب نوضح لك النقطه. انت توا فما نقطه حبيت نوضحها قبل لما مثال نرجعوا لها ممكن في الحديث نتاعنا. اشكاليه المطالب اللي عندنا احنا معناتها حاولنا منذ معناتها احداث الوكاله ولا من بعد بشويه نقولوا من عام 88 ان نرسيو معناتها قواعد شفافه في اقتناء المقاسم. كيفاش القواعد؟ خاطر باش نفسر لك احنا لا القانون نتاعنا يوريك كيفاش المنظم للوكاله ولا حتى القانون العام ولا القانون الخاص نتاعنا يوريك معناتها كيفيه اسناد المقاسم وهي والمعايير اللي لازم تعتمدها في اسناد المقاسم للمواطن. خاطر راهو احنا مهمتنا الاساسيه راهو اسناد المقاسم للمواطن. فهمتني؟ احنا اولينا على روحنا باش نعملوا زعما شفافيه. قلنا من عام 88 حددنا معايير معناتها معينه واهم معيار هو معيار اقدميه المطلب. وعملنا طريقه ان ناخذوا المطالب وعملنا نموذج. فهمتني كما تقول انت امبريمي يجي معناتها المواطن يتقدم مصالح الوكاله يعمروا ويقدموا وعلى اقدميه المطلب نتاعو احنا يقع الترتيب المترشحين اللي باش ياخذوا مقسم. هالعمليه هذه ايش عملت؟
جبت لنا وفره نتاع مطالب رهيبه. نعم. رهيبه. خاطر كان نشوفوا توا بعض المؤسسات الاخرى اللي كيفنا في السكن ماهيش عامله الطريقه هذه. نقولوا احنا اللي يجي معناتها الاول لو بروميي فوني لو بروميي سيرفي. اللي يجي الاول معناتها باش ياخذ مقصد. في سنيت او في سنيت اكزامبل سامحني كان فكرت سنيت خاطر هما زملائنا ونقدروهم ونحبوهم مؤسسه عموميه معناتها عندهم جدول اللي تقدم للبراتيكمون معناتها الاول يعني ياخذ ولا في سبرول احنا حبينا نعملوا هالعمليه هذه. العمليه هذه ما نقولش ورقه مش من نفس الاقدميه تعمل بها الويكاند هما يعملوا المشروع عندك فلوس يجي خذ تو في السنيت بالضبط اي ايش قلت لك احنا في الوكاله على عكس هذاك مش هكاك مش عندك فلوس اللي تاخذ احنا مش اللي عنده فلوس يتقدم ياخذ لا احنا لازم تكون عندك مطلب مسجل في مصالح الوكاله وعلى حسب اقدميه المطلب نتاعك يقع ترتيب المواطنين اللي هنا شقينا لقينا عندنا عدد مهول من المطالب اللي تقبلتها الوكاله وترتبوا في فيهم نرتبوهم بالضبط احنا عندنا حتى فسلك على الترتيب خاطر بعض الناس ممكن فما غموض عندهم احنا الترتيب عاده ايش يكون عملنا الترتيب في حدود 70% حسب اقدميه المقسم معناتها عندي 100 تقسيم فيه 100 مقسم 70 مقسم منه باش يمشي حسب الترتيب نتاع المطالب نقدم معناتها بس فعلي حسب الترتيب نتاع المطلب اللي عنده في المنطقه خاطر احنا نمشيو زاد الترتيب المطلب بالمنطقه معناتها مش كل واحد عامل مطلب في سوسه وانا عندي تقسيم في تونس باش ندخله في الترتيب لا يدخل كان اللي عامل في التقسيم اللي انا معناتها وضعته للبيع الترتيب هذا عندنا 70% قلت لك للمواطن المواطنين المتقدمين بالمطالب عندنا 30% تتوزع كيفاش 20% ما بين 20 وحتى توصل 30% للمؤسسات العموميه للتعاضديات الى غير ذلك وفما النسبه هي باش نعالجوا بها بعض المشاكل ممكن تلقاها سواء اجتماعيه سواء اقتصاديه تلقى مواطنين معناتها في حاله مزريه ولا تلقى حالات معناتها يلزمك توفر ماسك هاو فلان عمل مطلب اليوم اخذ مقسم اليوم وانا عندي مطلب ليه 20 سنه ما خذيتش اور هو اليوم المطالب اللي عندنا الكل تتوزع حسب الاقدميه وعندنا نعملوا قرعه عن طريق عدد المنافس ويقع تعليق القرعه في باهو مدخل المقر نتاعنا اي مواطن عامل مطلب في المنطقه ذيك ويجي ويشوف الترتيب يلقى الترتيب وهو قبل واحد كيف باش تعرف ترتيبك ثم نومرو انت عندك ترتيب وعندك نوم احنا كل واحد ياخذ مطلب معناتها نعملوا له معناتها عندك 100 قبلك ولا اي عنده مطلب معناتها يتسجل في الاعلاميه عنده عدد بالاسم واللقب والتسجيل اللي عندنا وعنده بطاقه تعريف لغير ذلك معناتها اي مواطن هو وقت اللي يقدم مطلب ياخذ به نتجاوزوها النطقه هذه لانه مفهومه لا انا ولا حبيت نوضحها اكثر الخطر بعض معناتها الاخيين يراو معناتها انه يقول لك الوكاله قاعده تعطي ثم محاباه بالمحاباه الى غير ذلك هذه راهو مو صحيح الحقيقه والله بكل بعد لان معناتها مانيش احسبني مانيش نخدم في الوكاله ولا مانيش نعمل بها انا كمواطن أي. انا معناتها عندي حتى من معناتها من الناس اقربائي وانا عندهم مطالب لهم 20 سنه لكن نعرف ما ينجموش يخلطوا في المنطقه هذيك مثلا في حديقه كرتاج عطاو بالمحاباه لا هاكا نفسر لك حديقه كرتاج كيفاش انا كنت فسرت لك قبل قلت لك 70% من التقسيم يقع اسناده على حسب اقدميه المطلب عن طريق قرعه نعم وهذا ما تم في عين زغوان النسبة نتاع 20% و 30% الوزراء والملاك الكل خذوا غاديكا سي خليني نفسر لك النسبة اللي قلت لك عليها ما بين 70% و 30% صحيح تم استعمالها من قبل رئيس الدولة السابق في إطار محاباة هو وزعها ماهيش الوكالة نتجاوزوها مثال احنا كوكالة اش نعملوا؟ احنا وقت اللي يجيك اللي هو السلطة التنفيذية هو كما نقولوا معناتها كسلطة الاشراف نتاعها يقول لك 30% هذيك انا باش نوزعها هو اقل من 30% راهو على علمك هي اقل من 30% في عين زغوان فما في حدود 20% معناتها ما يجي ما يمناهز قرابه 180 مقسم 180 مقسم اخت اللي تعطاو عن طريق رئاسه الجمهوريه على قدام المقسم على 1200 مقسم 1200 مقسم تعطاو منهم اكثر من 400 ولا 500 مقسم للخواص للخواص احنا نبيعوا للخواص احنا مهمتنا باش نبيعوا للخواص ما نسكوش نبيع للخواص مواطنين ولا للخواص باعثي مشاريع لا نحكيوا للخواص في التقسيمات ولا في المقاسم الفرديه فهم المقاسم الجماعيه معناتها باش نعملوا فيهم نقولوا احنا معناتها دي سونتر ولا باش نعمل فيهم معناتها سكن معناتها على طوابق معناتها عمارات هذاك يتباع للخواص للباعثين لا للباعثين العقاريين العموميين كما سنيت كما سبرول بحثا عن الربح نعم بحثا عن الربح خنكمل الوقت وعندنا نعطيو للباعثين العقاريين الخواص عبر صحيح نعملوا
بتات عموميه يجيو يشاركوا، والهناء اللي يرفع لي اعلى ثمن باش ياخذ. صحيح لهنا عملت برشا بعض المشاكل، كانت تسمح لي في معناتها نزيد نفسرها ولا تحب مسج دقيقه من زمان انت معاش. احنا توا اليوم رينا هالعمليه البيع بالمزاد العلني عليت برشا في الاسواق، واحنا مهمتنا باش نقلصوا من الاسواق. لذا اليوم عملنا معناتها طريقه اخرى هي عبر كراس شروط، وحددنا اثمان معناتها تكون متطابقه مع الاثمان اللي احنا نحبوها، مش اثمان السوق زاد، خاطر ثمن السوق في مناطق. ولو انا اليوم اليوم البائعين العقاريين الخواص اللي شريوا من عند الوكاله العقاريه للسكنه ولو يضربوا مع الناس اللي شريت معناتها ارض من عند فلاح، شريتها من الوكاله مثلا نقولوا ب 70 دينار المترو، شريتها من عند فلاح ب 450 دينار، فهمت؟ تبني بنفس السوم اللي يتداول في السوق. اليوم وصل زوز ملايين المترو مربع في تونس العاصمه، في سوسه، في صفاقس. صحيح. دونك شكون كان متسبب في الكوارث هذه؟ هو المتسبب معناتها المضاربين العقاريين، معناتها فما لكن ما كانش فما مراقبه كبيره من الدوله. والله مراقبه نتاع الدوله ما نعرفش شنو هي الطريقه القانونيه اللي ممكن باش تراقب بها الدوله. وقت اللي الانسان هو حر باش يبيع ويشري، يحب يبيع ب 500 والباعث العقاري يشري من عنده، ما تنجمش تمنعوا. ممكن نشوفوا طرق قانونيه اخرى لتحديد معناتها السقف اللي معناتها هذا موجود في بعض الاماكن معناتها سورتو في الدول معناتها الاوروبيه، فما يحدد لك مناطق دي زون يقول لك معناتها السقف البيع لهنا ما يلزموش يتجاوز كذا. والله هي طريقه، لكن قانونا اليوم ما تنجمش تمنع عمليه البيع والشراء، ولا ما تنجمش انت تحدد قيمتها لا المشرع لا انا لا حتى حد. احنا نحاولوا باش نوفروا اكثر معناتها ما يمكن من المنتوج السكني باش نجموا نقلصوا في الاثمان. وحنا ذي اش عاملين اليوم اثماننا باراكو تبيعوا للمؤسسات العموميه اللي اليوم زاد نبيعوا لها اثمان تفاضليه تبحث عن الربح، لكن هي ما تبيعش باثمان تفاضليه. عمليه الربح باش نحلوا قوس كبير. لا عمليه الربح والخساره. انا نقول لك انا وقت اللي نقول لك معناتها مقاسم نبيعوا فيها بدون معناتها اربع ولا خمسه اضعاف الثمن المعمول به، وين الربح؟ هل تتوقع ازمه سكن في 2016؟ والله هو ما بين توا عندنا معناتها الحقيقه معناتها تم انجاز مخطط على مستوى الدوله كلها، معناتها برنامج نتاع 2016 2020 لتوفير السكن. قرابه 50,000 مسكن مبني ومسكر خاطر العبيد ما تنجمش تشري. والله انا اللي في بالي انا كويكال نحكي على روحي كويكال، نخلي ممكن معناتها السلطات والسلطه التنفيذيه تدافع على روحها خير مني. انا كويكال وفرت للدوله في حدود 35 هكتار. فهمتني؟ هذه للسكن الاجتماعي مع دعمها باكثر من 50 مليون دينار، من 5 مليون دينار معناتها طيحنا من قيمه البيع نتاعها في منطقه الفجه. عندنا مناطق اخرى على متوزعه على كامل تراب الجمهوريه. ناخذ برامج لكن انا كوكاله انا نقدم المنتوج، نقدم معناتها العقار، نقدم المقاسم، الدوله باش تبني واحد طرق البني نتاعها، ربي يسهل لهم وان شاء الله ربي يعطيهم القوه والجهد. ثم المقسم في طريق جرمده اللي هو تابع الوكاله العقاريه للسكنه، التقسيم برشا ناس تتشكى من الفضلات، الاوساخ، معناتها عدم التهيئه الكامله للمنطقه هذيك، شنو تعليق؟ والله هو هذه المشكله هذه نتاع الفضلات اللي ولينا نشاهدوا فيه خصوصا بعد 2011، معناتها في كامل مدن الجمهوريه في ارقى احياء معناتها المدن نتاعنا. او امشي المنارات، امشي المنازل، امشي معناتها هذه معناتها مشكل نتاع وعي نتاع المواطن. نعم. فهمتني الحقيقه، ومهما راك تحط حراس ومهما تحاول انت باش تعمل مجهود معناتها باش توقف الناس هذوما، يلزمنا نوعيه اكثر المواطن باش يحاول يحافظ سواء على البيئه ويحافظ هو بيته على لكن المنطقة. هو المشكل في جرمده ها باش نجي يتهموا الوكاله ان هي ما لا نقول لك حاجه ما قامتش بالاشراف على لا 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 لا, لا, لا. اي انا شفت فما ارتيكل معناتها هبط دانييرمون، لكن الحقيقه مش هذيك هي الحقيقه. هو باش نفسر احنا وقت اللي نلقى انجاز تقسيم نعملوا كالتهيئه نخرجوهم في مقاسم يقعد تفوت فيها المواطن. المواطن باش يبني منزله على المقسم هذاك. في تقسيم جرمدة عندنا احنا ثلاثة تقسيمات في جرمدة، تقسيم جرمدة واحد، تقسيم جرمدة اثنين، تقسيم جرمدة ثلاثة. تطرح المشكل في تقسيم جرمدة ثلاثة اللي هو بصدد التهيئة، مازال ما تهيأش ومازال ما تسلمش للمواطنين. استغلوا العباد لكن الفراء معناتها بوسك الأرض ماهيش مازالت ماهيش مباعة. نعم. وإحنا مازلنا ننجو في التهيئة وهو فضاء مازال فارغ. نعم. مازال مش مبني. يجي يصب
واليوم قاعدين نعملوا توا صراحة احنا معناتها كويكان عاملين استشاره باش نرفعوا كل الفضلات هذيك الكل. وهو راه في جزء الحقيقه مش كبير ياسر، راه في حوالي 13 هكتار ولا 12 هكتار. وهذا قلت لك قاعدين راهو فيه في كل تقسيم. مش من مهمه الوكاله معناتها رفع الفضلات هذوك. لا انا في تقسيم انا عامله نرفعها. ومجبور عليا باش نرفعها وغدوه يذن يسلم تقسيم ومقسم معناتها نظيف للمواطن. لكن انا في بصدد البناء وبصدد التجهيز والمقاول مازال يخدم، والمقاول وقت اللي بدا يخدم انت تقول عندك مرمه ولا حاجه باش تلقى الاوساخ وباش تلقى كذا وكل شيء. فما ناس معناتها كما تقول انت استغلت معناتها الظرف هذايا واحنا مازلنا نهيوا يجيو يلوقوا في الفضلات. لكن هذا ما يمنعش الوكاله معناتها ماهيش هارب من مسؤولياتها. ما يكونش ثم اتصال بالبلديات غازي على عين المكان. نتصلوا باعوان تراتيب، نتصلوا بالبلديات، وعندنا حراس معناتها دايمين. لكن على منطقه شاسعه انت هو الحارس يمشي منا الاخر يمشي له منا، فهمتني؟ كمان تجي تصب الليل تجي تصب النهار ما تعرفش عليه شنو الوقت. احنا اليوم معناتها مهما كانت الصوره مسؤوليتنا انه ما نقدموا المنتوج النهائي معناتها في شكل مقسم وهي الا نظيف. واليوم عملنا استشاره معناتها عاملين استشاره والله باش نرفعوا الفضلات اللي هو معناتها مبدئيا مصروف باش تحملوا الدوله باش تحملوا الوكاله واللي هي معناتها بيان سور معناتها فلوس معناتها نتاع المجموعه باش نرفعوا فضلات حتى تهنا مواطن. واضح. وممكن حتى شركات والله اعلم فهمتني. وهذا موضوعنا برنامج من 2012 برنامج من 2012 تبع الوكالة العقارية للسكنة لتهيئة قرابة 5500 مقسم ل 30,000 ساكن وباش تهم خاصة المساكن الاجتماعية. وين وصل التهيئة هذه؟ هني أنا ديك عرفت على الموضوع هذا وقلت لك رانا احنا في إطار تدعيم مجهود الدولة في إحداث هالمقاسم الاجتماعية وفرنا للدولة حوالي 34 هكتار منهم حوالي 14 هكتار في طريق الفجة فهمتني اللي هي معناتها اراضي مهيئه وتم تسلمها معناتها من وزاره الاشراف فهمتني اللي عليها باش يقع انجاز معناتها المشاريع هذه. وعندنا حوالي 14 هكتار اخرى متفرقه على كامل الجمهوريه. لكن هذا ما يمنعش انه احنا في التقسيمات نتاعنا بيها اي تقسيم عادي عندنا جزء كبير من المقاسم هي معناتها مقاسم كما نقولوا احنا مصنفه اجتماعي. عندنا معناتها توا كان تشوف معناتها التقسيمات اللي عندنا سواء في فوشانة في عندنا توا برنامج في المحمدية، عندنا في المروج، عندنا في المرنقية فهمتني. هذه كلها بقطع النظر على المناطق الأخرى الخارجية معناتها في باجة في سليانة في قعفور الكل هذه معناتها احنا قاعدين نقوم بها في تقسيمات اجتماعية ولا شبه اجتماعية للإحاطة بكل المعوزين وبمعنى المواطنين معنى ذوي الدخل المحدود فهمتني. معنى حتى في صلب عملنا احنا العادي بقطع النظر عن الاختصاص في صلب معنى حتى في المناطق الراقية نعمل مقاسم متى نقولوا اجتماعية ولا شبه اجتماعية اللي هي معنى تكون مساحتها صغيرة معناتها 100 150 متر إلى غير ذلك فهمتني. وحتى الأثمان نتاعها تكون معناتها أقل من ثمنك المقسم الفردي الكبير فهمت. معناتها هذا مجهود أنا معناتها كوكالة مجهود متواصل نقوم به في جميع مشاريعنا في كل مشروع بقطع النظر على الدولة تقول لي باش تعمل ولا ما تعملش. أنا بيدي معناتها ممن أنه في معناتها في مشاريعنا لازم يكون فما الصنف الاجتماعي الصنف الاقتصادي الصنف نقول واحدة ممكن الراقي ولا صندينج ولا واحد إلى غير ذلك فهمتني. معناتها لازمنا نوفروا احنا في كل ما نحبوش هالتفاوت مش نعمل انا جهة كان نقولوا احنا سامحني في الكلمة الأغنياء وجهة للفقراء. لا هذا ما يلزموش يكونوا بل بالعكس هذه سياسة غلط. يلزمنا احنا نوفروا معناتها تقسيم يكون متوازن ويلزم معناتها احنا كمواطنين كنا ندعموا مع بعض معناتها التدعيم يكون راهو معناتها كما تقول انت معناتها واحد سبرال معناتها يلزمنا سواء الدوله ولا انا ولا سنيت ولا سبرولس هاو تو الدوله عامله مؤسسه خاصه راه سبرولس اللي هي معناتها اختصاصها البناء الاجتماعي فهمتني. لكن انا كوكاله شو يلزمني نعمل لازم نوفرها مقاسم باثمان معناتها تكون اقل برشا من الثمن المتعامل به باش هي تعمل فيه برنامجها خاطر اليوم معناتها كلفه السكن في تونس ولات غاليه ياسر. اليوم كنت تحدث مع المؤسسات اللي عندها طابع سكن اجتماعي تقول لك انا وليت نشتري عند الفلاح الوكاله ما عندهاش اراضي. والله منك فسرت لك المشكل نتاع الوكاله في توفير الاراضي للناس الكل راهو صعيب. احنا نحاولوا في مشاريعنا اليوم عندنا كما فسرت لك قلت لك مشكل نتاع السيطره العقاريه ومشكل نتاع توفير اراضي. لو ريت كنا نحكيوا احنا على الانتزاع ممكن نجحت شويه عمليه بين ظفرين
توفير السكن في الثمانينات على خاطر كان فما متوفر شويه الانتزاع. على خاطر كانت الناس تعتقد واليوم انا نعتقد انه السكن يكتسي صبغه المصلحه العامه، ولو هو انت نقولوا احنا تنتزعوا من الخواص باش تعطيه الخواص. لكن انت شوف العمليه التهذيب والتهيئه والوحده اللي وراها وكل معناتها المنطقه والتهذيب المنطقه. اليوم عندنا مناطق كيف ترى الناصر وغيره كان خليتها راهي فوضى. ما كيف انتزعت الخواص راهو ساعتها حاجه اوزر يلزمك الخواص تضمن له معناتها التعويض العادل. ما يلزمكش معناتها وقت اللي نقولوا تتحدث على الخواص تتحدث على المواطن انت على المواطن على المواطن الفلاح ولا غير ولا الى غير ذلك. معناتها كان تمت الانتزاع ولو هو الانتزاع نقولوا احنا اضعف الايمان واحد معناتها ما يستعملوا كان اخر مرحله. نحاولوا احنا ما نستعملوش الانتزاع، نحبوا نشريه، نحبوا السيد يشارك يخلي ارضه ويشارك. لكن تجي في برامج معناتها بتلقى طرقات معناتها هيكليه طرقات كبيره، تلقى مشاريع كبيره يلزمها تنجز. هذا موجود راه حتى في البلدان السكندنافيه في فرنسا في سويسرا. معناتها الانتزاع موجود باش تعمل هالبرامج هذه. لكن تقول للطرقات وغيره مش للسكن. لكن اليوم انا في حاجه للسكن راهو في تونس. السكن مش بمعناه الضيق، بمعناه معناتها العام اللي هو معناتها فيه توفير جميع التجهيزات. ما تقعدوش تنجموا تتوسعوا ايضا معناتها حتى في المدن الكبرى معناتها تمشي وتكبر المشاريع السكنيه معناتها ما تقعدش حكرا على بلاصه معينه لهنا. او باش نعطيك انا تو رقم منذ مده اللي كان نكبت على تشخيص الاراضي اللي الصالحه معناتها باش تقوم بها بعمليات التهيئه. حصينا حوالي 20,000 هكتار معناتها متوزع على كامل تراب الجمهورية. الصدفة الحلوة اللي لقيناها أنه حوالي أكثر من 17,000 ولا في حدود 18,000 هي ملك الدولة. ولهنا نرجع لمجهود الدولة، خاطر أنا شكون المزود الأساسي نتاعي؟ هي الدولة. معناتها عبر الأراضي الدولية. مش من 20,000، معناتها عندك 17,000 ملك الدولة و20,000 لا 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 من 20,000 اللي لقيناهم معناتها 17,000 ملك حسب التشخيص اللي قمنا به. انتزع برشا معناتها. لا وان شاء الله حتى الباقي اللي نتاع الخواص ما يقعش انتزاع. علاه الانتزاع؟ احنا تو ولينا حوالي معناتها 10 سنين ما استعملناش الانتزاع. نخدموا بالمشاريع باللي عندنا. صحيح صعبة ياسر العملية مش تنجم توفر معناتها عقارات بدون اللجوء في بعض الاحيان للانتزاع. ساعات تلقى روحك انت معناتها ميلزك بالمركز. ابرز الاشكاليات اللي تقعوا فيها. ابرز الاشكاليات اللي تقعوا فيها. والله فما الاشكاليات التقليديه، الاشكاليات معناتها العقاريه الموجوده والمنظومه العقاريه اللي الحقيقه مش قاعده تواكب بالضبط في العقارات اللي عندنا. عندنا المشاكل نتاع الاراضي الاشتراكيه اللي كاتبين عليهم شويه فهمتني، خاصه في معناتها جنوب البلاد. عندنا معناتها معضله المشاكل العقاريه المتعلقه بالرسوم العقاريه معناتها اللي تلقاها مجمد واللي تلقاها معناتها احنا وصلنا في منطقه معناتها بالشق ثاني عقار فيه حوالي نقولوا احنا 1000 متر تلقى أكثر من 50 ملاك. أكثر من 50 ملاك يلزمك أنت كل 1000 متر تشري. معناتها انظر لهنا المجهود اللي يلزمك أنت تعمله باش تنجم أنت كل شخص يجي وبيقول كل 1000 متر. أكيد. عندنا تشتت الحقيقة معناتها موجود زي في البلاد ومعروف كله معناتها على مستوى وعليه عن المشاكل نتاع الأراضي الفلاحية اللي تشتت فهمتني؟ لكن تشتت هذايا زاد نراو فيها في الأراضي معناتها الخاصة بالسكن. متى ندخلوا على منطقه فيها 200 هكتار تلقى فيها اكثر من 4000 5000 ملاك. 4000 5000 ملاك انت باش تحاول تقنعهم باش يندمجوا في العمليه نتاعك ويقتنعوا سواء باش يحيلوا لك سواء باش يدخلوا معاك في هالشراكه ولا المساهمه اللي كنا ماهيش ايفيدونت راهي حاجه سهله. صحيح. لذا نقول لك انا في بعض الاحيان قد تلقى الدوله نتاعها عن مضض متى انها تمشي للانتزاع. لكن يلزمك تستوفي جميع الحلول الرضائيه. متى انا نقول معناتها تو فما في كل مشروع نقولوا كالطرقات المهيكله، كالطرقات معناتها اللي معناتها مسطره حسب امثله التهيئه العمرانيه، ما طرقات، على الاقل حاجه نصدروا امر انتزاع فيها. بتنجم انت الباقي تنجزوا. اليوم عندنا مشاريع قاعده واقفه. مشيتوا للنفيذه. نعم؟ نفيذه. والله مشينا للنفيذه راهو احنا اغزر. مانيش نحكموا في روحنا وحد. رانا ماشي احنا برك نسطروا المدن. صحيح. فما ناس هي اللي تسطر المدن صحيح بالتعاون معانا واحنا بيدنا معناتها نعطيو في رانا ونديو برانا، لكن احنا نحاولوا باش نكونوا صحيح لو فيكتور معناتها اللي هو معناتها يسير لا مش يسير تنطلق منه شراره معناتها المشروع هذاك. لكن ساعات ما تلقى امثله التهيئه معناتها عمرانيه غير موجوده. ساعات تلقى اراضي فلاحيه زاد معناتها ومثل التهيئه العمرانيه بالمناسبه مادام تحدثت عليه شكون يقوم به؟
والله البلديات 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 لكن البلديات هي تشرف معناتها في طار الشفافيه. اليوم اي مواطن ينجم يعرف مثال التهيئه العمرانيه في المنطقه اللي هو أي. موجود فيها لا هو قانون أي. انه اي مشروع نتاع مثال تهيئه تفصيل مثال تهيئه عمراني يتعلق منين تاخذه يتعلق في البلديه يتعلق. وكل مواطن هو يتعلق في قراءه اولى أي. والمواطنين يطلعوا عليه ويشوفوا معناتها شنو الصبغه أي. اللي اعطاته معناتها اعطاه المثال للعقارات نتاعه ينجم هو يعترف عليه ونجم بيصير بعد تقع قراءة ثانية في الاعتراض الاعتراضات هذيك قد تؤخذ بعين الاعتبار قد ما لا تؤخذ بعين الاعتبار فهمتني إلى غير ذلك لكن فما لا عندنا عملية الحقيقة نتاع أوربانيز صحيح فيها بعض الشوائب وفيها بعض النقائص لكن الحقيقة معناتها للأسف ما تفهمش برشا المعطيات وما تعرفش وين تمشي هي ممكن هذه هي معناتها يفو معناتها أكثر معناتها توعية المواطن باش ينجم يمشي البلديه ويطلع على حقوقه خاطر هذا حقه هو باش يطلع عليه وما ينجم حتى مسؤول يقول له لا فما ناس تحبوه ما يطلعش باش يقعد ما يعرفش والله اش باش نقول لك هذا ما ريتوش بكل صدق الخطر احنا كيفاش تتم العمليه مانيش انا نقوم به مي انا نحكي معناتها على زملائنا في البلديات ولا الى غير ذلك هما ينشروا متى ويعلقوا ومتى ويعلوا على ذلك في الجرائد لانه على ذلك في الوسائل المرئيه والمسموعه فهمتني المواطن مصحيح برشا لا انا قلت لك احنا المواطن الحقيقه مازالت ما عندوش الفكره معناتها نتاع انه يمشي البلديه ويدفع على حقه حتى تمشي البلديه قريب باش يطردك راهو معناتها هذه مواضيع في السنه الفارطه معناتها في برنامج من الواقع ومعناتها حالات اذا فما تجاوزات السيد اللي عمل هذا يتحمل مسؤوليته اما لكن كمواطن انت من حقك باش تطلع على امثله التهيئه العمرانيه وتبدي فيها رايك وتعطي فيها اعتراضك اليوم واش نقولوا هاو توا قاعدين نسمعوا انه معناتها باش تتغير ممكن بتعملوا الاقاليم وفما فكره الاقاليم وفكره تشريك اكثر المواطن وفكره انه معناتها هالبلديات تولي هي وحدها تسير روحها وعندها استقلاليه اكثر أي. هو اللامركزيه راهي باقي كانت تنجح شنو هو يلزم وعي المواطن أي. شنو توا المواطن زاد مش قاعد في داره ويقول انا راهو كل البرنامج بتاع التاي هذاك عملوه هكاك على ارضي وانا ما في باليش معناتها يلزم شويه حرص صحيح يلزم زاد الاداره تحاول توصل للمواطن لهنا معناتها نقول لك معناتها فما المجتمع المدني فما معناتها برشا راهو في المجتمع المدني قاعدين يوصلوا في المجال هذا على الاقل نقولوا لهم زيدوا اوصلوا اكثر المواطن قمنا بدورنا احنا زاد ان شاء الله على الاقل فسرنا للساده المشاهدين المشاكل خاصه اللي تهم الاراضي اليوم الاراضي اللي من المفروض تبنى عليها مشاريع سكنيه على الاقل اليوم ان شاء الله نكونوا فسرنا لكم برشا معطيات تقعد ازمه السكن ازمه كبيره ان شاء الله من المتوقع خبراء الاقتصاد قالوا باش تصير كريز كبيره في السكن خاصه في 2016 2017 2018 اليوم ثم مباني سكنيه جاهزه وحاضره لكني مغلقه الاسباب تعرفوها علاش شكرا لك سي فخر الدين تليش على الحضور معنا مدير النزاعات بالوكاله العقاريه للسكنه احنا كملنا الفقره نتاعنا لليوم موضوع الحصه باش نمشي نلتحق مع لبنى وهيكل نشوفهم شنو محضرين لنا في افار اليوم وأيضا نتحدث معها يكون في هاي تيك مرحبا لبنى شكون بدلتوا البلايص؟ قلت هذيك بالك الشيء خير البخا قلت لها مثال ضاوية خير البلاصة نمشي ونبداو مع لبنى في أفار اليوم نتحدث في أفار اليوم على حاجة مفيدة ضيفك فاطمة ها مخلينيش نتكلم اما حاولت نحصره في الأسئلة هكا مخليلوش منافذ ما عرف كيفاش يخرج لا لا ما لقاش كيفاش حتى سؤال ما سألتوش تبارك الله عليك فاطمة دونك إن شاء الله المشاهدين استفادوا من الموضوع المهم ديما نخرج في النتيجة تكون نهار أربعة يلزم عنا أرض وإلا دحر هذاك المفيد هذاك المفيد كل مواطن تونسي بطبيعة نتمنى له أنه يرتاح في المنزل نعرف للهدف الأول يقعد للمواطن التونسي في أفر اليوم مش أحكيكم على حاجة أخرى مش أحكيكم على الكتبة
بالنسبة للكبار نعرف اللي فما عباد برشا هربت شوية على المطالعة، وبالنسبة للصغار ديما يقعد الكتاب هو الأنيس الوحيد بخلاف اللي تحكيو ديما على التكنولوجيات المعاصرة، يقعد ديما الكتاب هو الأنيس لصغيراتنا، وعلاش لا يستفاد زادة في قرائته. باش نحكيكم على الكتب بأرخص الأسعار، علاش لا؟ نعرفوا اللي ديما عادة فما عادة في تونس أنه اللي يحب على كتاب بسعر مناسب يتوجه إلى النهج المعروف اللي هو نهج انجلترا، ياخو اكتبه بارخص اسعار. ولكن تويكا وبفضل التطور التكنولوجي ولات عندنا مواقع تهتم ببيع وتبادل الكتب المستعمله والا الجديده بارخص الاسعار. باش نوريكم سيت، هو سيت متداول، سيت يعني عملوه متطوعين، موقع صفحه على الفيسبوك، دونك هما متطوعين عملوا الباج هذه باش يتبادلوا الكتب الجديده والقديمه، والا حتى مش بالضروره تبادل، نجم تشري كتب بارخص الاسعار. نشوفوا امثله على الكتب، هما كتب موجهه للكبار والا حتى للصغار. هذه مثلا نماذج من الكتب لافان دو موند 2084، زعما توفى يوفى العالم 2084 نهايه سعيده، 2012 شنو نعملوا هنا فيلم فيلم كامل. هذه نماذج من الكتب اللي تنجموا تلقاوها اخر ما صدر من الكتب على الموقع هذا وبارخص الاسعار. هذوما ما عنديش الاسواق، ولكن يتبادلوا الكتب، معناتها حتى تبادلوا والا جدد، معناتها ناس مع بعضهم عندهم كتب يحطوهم ويبدلوا، مثلا لبنى عندك كتب تحطهم على الجروب هذا، وانا عندي كتب تحطهم على الجروب، نعطيك تقرا، يا اما تشري بفلوسك والا تاخذ في المقابل كتب اخرين ايشونج. دونك فما الكتب هذوما اللي عجبوني نتاع الصغار، كتب تثقيفيه وتعليميه، حكينا البارح على استقلاليه الطفل وحكينا على اكتشافه للالوان وللرسوم، هذوما بالنسبه لهذوما هذوما قصص، جمله من القصص، سته قصص في كتاب واحد ب 12 دينار. دونك القصص اللي تعرفوها المعروفه لو ليفغ دو لا جانجل، دونك اشهر القصص الموجوده سته قصص ب 12 دينار، وفما ب 10 دنانير. هذوما كتب قدم، هذوما مش فما جديد وفما القديم. هذوما كتب للقران اللي يحب يطلع اكثر على الصور والايات القرانيه، والا تفسير مختلف، تفاسير مختلفه الفرنسية. باللغه الفرنسيه، وفما باللغه العربيه زاده. دونك هذا هو، وفما كذلك بخلاف الموقع هذايا والصفحه هذه على الفيسبوك، فما كيف شكون جاتو افكار انه يبعث زاده محلات تجاريه تتسمى تروكري، يعني التبادل، انك تجيب كتب مقايضه، انك تجيب كتب مثلا فما شكون هدا لك كتاب عندك منه ولا كتاب ما عادش تستحقه، تنجم تهزو للمحل هذايا تبيعه، وقت اللي يتحصلوا هما على المبلغ يولي يرجعوا لك الفلوس. مثلا انا فما محل عجبني برشا زرته، تو نجيب لكم المره الجايه نوعدكم نجيب لكم امثله من الكتب، مثلا دي ديكسيونير جدد فريمون، معناها ما تمسوش بالكل، قيمتهم الحقيقيه 15 دينار، لقيتهم ب 4000. انا البارح بون ما تمكنتش نجيب لكم، ان شاء الله المره الجايه نقتني جمله من الكتب ونجيب نوريها لكم، مفيده برشا خاصه بالنسبه للصغيرات. نحب نفتح جوست قوس بالنسبه لاستعمال المعاجم، مفيد ياسر للصغار خاصه كي نعلموا الصغير وحده يعتمد على انه يحل المعجم ويفسر، مش الولي هو يقوم بالعمليه. هذاك باش نجيب لكم معاجم تكون في تمشي مع الصغير، يعني تكون بطريقه سهله وفيها صور وبتفسير والوان، حاجه حلوه برشا بالنسبه لصغيراتنا، نعلموهم كيفاش يتعلموا اللغه الفرنسيه باسهل الطرق. دونك المره الجايه ان شاء الله نجيب لكم كتب، عطيتكم فكره على الموقع هذا، والمره الجايه نجيب لكم نماذج من الكتب اللي تنجموا تشريوها باسعار مناسبه. 4000 كم ملاموا عليا قبل، قالوا لي لبنى تجيب في اسعار 4000، فوالا تنجموا تاخذوا ديكسيونير يستعملوا صغيرك من 7 سنين ونقولوا حتىش ل 12 13 سنه يرافقوا، معناها تيوال تتقدم في ماده فيها متنوعه وفيها برشا حاجات وكل شيء والباهي راهو يجي نقول لك، معناتها تشوف حتى في المواقع او في اسباس فامي ناس تدخل وتحب تعرف منين باش تحب تشري، معناتها هذايا هو الباهي انه الماده اللي تقدمها الناس تستهويها. الحكايه اليوم تحدثت على الكتب، نعرفوا قيمه الكتاب، اليوم ثم ناس تخليوا على الكتاب لبنى، ثم ناس ما عادش تقرا، كنا قبل معناتها
في عمر معين نقراو ياسر الكتب، خاصة اللي قرا خامسة ثانوي سادسة وخاصة جماعة الباكليتر يلزم برشا قراية نتاع كتب باش تثقف فرونسي، ثم حتى بالانجلي وبالعربي. اليوم محلاها كي رجعت الناس تتبادل في غض تشري أنت كتاب وتقول الثمن نتاعو غالي، أنا عندي قصة مزيانة قريتها وما عادش عيني باش نقراها، نجم بدلها أنا وياك. هذه هي خاصة اللي نلاحظوا تونسي فاتنا وهيك ولات حكاية الإقبال على الكتب موسمية، يعني متزامنة كان مع معرض الكتاب، ترالي فما إقبال رهيب على الكتب بعد في طوال السنة، معناها فما شوية يهجروا ويتلهوا في كتب الباراسكولير تويكا، ولا إدمان بريسك تونس على الكتب الموازية اللي فيها التمارين وفيها الامتحانات، ويبعدوا شوية على المطالعة ما عادش يلقاو برشا وقت. 4000 مقابل انه قصه يتستهوي بها صغيرك قبل ما يرقد، فكره مش خايبه، انا عجبتني. فنرجع للمره الجايه للحوايج والدبش والحاجات اللي نحبوها نساء. اليوم كانت 50 و60 و70 خليك تكتب، هي فكره باهيه روى المقايضه. نذكر حتى قبل بعض التجار حتى في النهج اللي تحكي عليهم في الكتب القديمه كان ثم شكون تاخذ مثال ثم المجلات القدوم اللي تهز مجله قديمه تكون انت قريتها، خاصه المجلات اللي هما العلميه سيونسي بي وغيره من المجلات العلميه، تهز تاخذ يعني اديسيون تبدا اجد وتزيد شويه فلوس. وقت كنا 200 فرنك نتذكرها، تزيد 200 و 500 في اقصى حالات، وتاخذ مجله جديده فيها برشا معلومات جديده. وراو الكوميتي ولا المجموعه اللي يقراوا الكتب في العاده يعرفوا بعضهم في الفضاءات، يعرفوا بعضهم حتى بالوجه، خاطر يلقاه ديما هما نفس الرواد اللي يمشيوا للاماكن اللي تبيع الكتب. ما فيها باس كان الناس كل ترجع للكتب كما قالت لبنى، وما تقعدش موسميه، بالرغم ان نشجعوا الاولياء انهم يزرعوا عاده معرض الكتاب وغيره، وتكون حفله عائليه يقتنيوا فيها العائله الكل كتب لصغيرات من العائله. بربي نقترح عليكم فاطمه وهيك نحكي، وكان تحبوا مره جايه في موضوع في وسط البلاتو نتاعك فاطمه على ادمان التونسي على الكتب الموازيه وكثره كيفاش البو معناها تولي يدمن صغيره على الامتحانات، دوبا يروح فلا اعمل الاكزرسيس هذا يخدم التمرين هذا، تولي معناها كثار على قدره الصغير على عندي راي اخر، خاطر ممكن نتعاونوا زاده التمارين هذيك، معناتها ممكن الماده اللي يتلقاها هو في القسم ما تكونش بالكفايه ولا بالوفره اللي نجم يتشبع منها صغير هيك، علاش الوالدين زاده هما يحبوا يقريوا صغارهم في الدار، دوك ماذا بهم دفوار قدامهم امتحان باش يحاول يعاون. فما اخرين، فما حتى في بعض المحاضن اللي يقضوا فيها صغار اللي قاعدة اللي يقراوا، شفت تجارب أخرى عجبتني برشا، أنهم هما يرجعوا إلى أسلوب الكتابة وأسلوب الحفاظة. وش كان أسلوب التمرين؟ يعني الحفظ والكتابة، تعاود تكتب درسك، معناها تتعلم ديجا أنك تكتب صحيح، وتعاود تحفظ درسك خاطر تتعلمك النطق والإكسبريسيون التعبير برشا حاجات، معناها بعدوا شويه على التمارين ورجعوا على الطرق اللي قرينا بها احنا برشا. حلو عليه دبال. نحكي لكم عليه زاد ان شاء الله في نفس الوقت. نمشيو مع هيكل، مازال توا عندنا درجين على انتهاء البث المباشر، نكملوا مع فاميليا تيك. باهي بلاصتك. مرحبا بكم في فاميليا تيك، اي بقعه باهيه، اما بقعه هذيك كثير شويه. استراتيجيه. انا ليه ما استمست بها؟ لا لا لا، حتى انا ما مش باش ناخذ هيك البلاصه باش نرجع لبلاصتي، ما عجبتنيش على جنب ما فهمتش روحي. مرحبا بكم انتم كافي. انا وين هيك؟ انا فين؟ طيب باش نقول لك انت فين؟ هذه جوجل خممت فيك وخممت في برشا ناس زاده يلوجوا على المكان نتاعهم. جميله المكان هيك. جميله جدا. المراوحه هذه اللي اختارتها جوجل كيفاش؟ انها قدمت براءه اختراع جديد، الاختراع الجديد هذا في شنو يتمثل؟ ان هي ابليكاسيون اندرويد بوليس، اللي هي هذا الموقع اللي يتحدث على الابليكاسيون الجديده. الابليكاسيون هذه شنو تعمل؟ تقوم بتحديد موقع الشخص اللي هو يستعمل في الهاتف الجوال، وبعد تكتشف هي من خلال السرعه اللي تكون عند المستخدم هذا، اذا كان هو في سياره ولا يكون مترجل على ساقه. جوجل قامت براءه اختراع جديد يتمثل في قطع الاتصال نهائيا عند الأشخاص اللي يكونوا بصدد السياقة وربما يكونوا في الطريق، وهكا جوجل خممت في سلامة المواطنين هذم. حتى على الأقل هذه الصورة الثانية تحدثوا عليها، سيارة جوجل العجيبة اللي خلات ربما رواد الانترنت وعشاق التكنولوجيا يبهتوا، خاصة الصورة هذه اللي أسالت عديد من الحذر. قبل ما ننتقل للصورة الثانية مش حديثكم على جوجل والاختراع هذا، الاختراع هذا يتمكن من تحديد الموقع متاعك، يعرف مدى السرعة نتاعك، وهكا يقطع الاتصالات. بعض الأرقام المهولة اللي لقيناها ربما في حوادث الطرقات، خاصة الأشخاص اللي يكونوا وقت اللي يبداوا يسوقوا يكونوا يستعملوا في الهواتف الذكية، وهكا الاختراع هذا ينجم على الأقل يعاون العائلات بشكل عام
انها تكون الابلكيشن هذه موجوده عند الاطفال المراهقين يقوموا بتنزيلها للاولياء، وهكا نستحضوا على وليداتهم ونستحضوا زاده على بقيه افراد الاسره وقت يبداوا يقودوا ماذا بينا يقطعوا جميع الاتصالات مع الناس الكل، هكا جوجل خمت بهم بالطريقه هذه. الصوره الثانيه اللي تحدثت على اختراع جديد جوجل كار اللي هو اختراع تتمثل السياره هذه في القياده من بعيد، طريقه تحديد الموقع يقوم شركة جوجل بسيارة اللي هي تمشي وحدها، تعرف الديستانسيون نتاعها، تعرف الوجهة نتاعها، تعرف المجال فين باش تقوم، لكن الطريف في الصورة هذه اللي السيارة هذه تم توقيفها من قبل رجال الشرطة في كاليفورنيا، بالرغم اللي في كاليفورنيا تم السماح بقيام بالتجارب في السيارة هذه، والسبب علاش حسب رأيكم؟ إذا كان هي سيارة بالنسبة لها تمتثل القوانين، شنو هو الحاجة اللي خلات رجال الشرطة يوقفوا سيارة جوجل؟ شكلها؟ هذا مقترح. الاقتراح الثاني فات في العاده ما كانه حادث من عشوائي، ليش هاك نشوف يد السيارة. مش حاطط حزام الامان، اش اقول لكم، هو في العاده الشخص هذاك مش قاعد يقود، وانما كان شخص تتم يعني تم حمله عن طريق السياره. السبب اللي وقف من خلاله الشرطه وقفت السياره هذه هو قله السرعه، لانها تجري في 36 تمشي بطيئه 36 كيلومتر في الساعه، في حين انها يلزم تكون سرعتها على الاقل ما تتجاوزش 56. في العاده سبب ماهوش ما مراوهش ديما، لكن السبب هذا خلى حتى ربما الساهرين على الاختراع هذايا ولا على الاكتشاف هذايا انهم يقوموا بتعليقات ساخره في الانترنت ويقولوا نحن وقفونا الخطر نمشيو بشويه، وهكا محاوله ربما تطوير مجال الطرقات والسير عموما. الابليكاسيون الثالثه اللي حدثكم عليها ان شاء الله هي موجوده اليوم في الاسواق ونلقاوها، هي الابليكاسيون قديمه شويه يعني تقريبا عندها 3 اشهر، لكن مهمه جدا. علاش؟ لانها تمكننا الابليكاسيون هذه نعرف خاصه توقت يقرب الريح ويتبدل الطقس، برشا ناس تضيع الاورونتاسيون ولا الوجهه نتاع الهوائي الفوق في السطح، ويضطر الولي انه ما يعرفش الديريكسيون ويجيب شكون يصلح له. لكن اليوم بالهواتف الذكيه نجموا احنا بيدنا نتحكموا، تكفي تنشوفوا الصور المرافقه هي في شكل فيديو في ديمونستراسيون. بعد ما يتم تنزيل ساتيلي ديريكتور هذه الابليكاسيون، نحطوا الهاتف فوق الهوائي هذا الطرق، نجموا ننزلوا يعني الارقام اللي يحددوا بالضبط المكان الارتفاع وغيره، نختاروا زادة ساتيليت. صعيبه هذه باش تعرف ساتيليت والارقام، هذا من الفريكونس نلقاهم في الانترنت يعني موجودين ساهلين، تبقى اي ساتيليت انت تستحق وتلقى الارقام. هذا فريكونس ساتيليت معناه اي ساتيليت تردد ساتيليت هم مثلا نايل سات هكا، هي الموقع اكثر منه فريكونس يعني الموقع الارتفاع فين الوجهة موجود يمين يسار غيره. اي شنو يعطيك باهي من بعد تشوفوا كيفاش نحطوا الهاتف الجوال نتاعنا فوق الـ يعني الهوائي. هنا نختاروا الساتيليت اللي نحن نحبوه، اللي نحن نحبوا نشوفوا الديريكسيون نتاعو ولا الوجهه نتاعو. نعرف العاده نسيت بينهم من الابلكيشن هذا مش صعب، كي تشوفوا هكا برشا برشا خدمه برشا خدمه، لكن هي في النهايه مش حاجه صعيبه، تنجم تختار يكفي انه تعرف التقنيه كيفاش تحط انت اسم الـ يعني الـ الساتيليت اللي حاجتك به، القمر الصناعي تبحث عنه في صوره ما انت ما تعرفش، وهكا تكتشف حتى ربما التحديثات نتاعو. تذكر هيك القبل كي كان شكون يجي يركب البارابول يطلع معاه شكون يطلع باش يدور ولا يمين وصار باش يعمل انستالاسيون ويشوف فما تصويره ما فماش. لا هو هو توا اللي ولا فما اختراعات جات التصويره جات التصويره ولا لا؟ لا هو توا فما اختراعات صغيره ولا فما نوع من القارئين الصغار اللي هما محمولين تكون فيهم شاشه صغيره ويعطيك بالضبط الفريكونس والكاليتي نتاع السينيال، ينجم يعرف كل شيء. لكن هذا هاتف ما فهمتش توا معناتها شنو تنجم تجبد ساتليت في التلفزه بالتليفونه؟ باهي هذا تحط انت الهاتف الجوال نتاعك. اي باهي هذا باش نوريكم باش يعطيكم هو اقرب. هذا الهوائي نتاعك. اي تقوم بوضع الهاتف الجوال نتاعك فوق الساتليت باش تلقى ديريكسيون
مش انت تعرف يمين يسار كيفاش تدور حتى تحدد الوجهه. هو بالنسبه ليه بعد ما انت حددت له انه هو الهواء اللي انت حاجتك به ولا بليتو الساتيليت القمر الصناعي اللي حاجتك به، هو يقول لك هاو الوجهه هذه يمين يسار، وهكا هو يعدل المسار نتاعك. لا تقعد تهبط في التلفزه، لا تقعد تعيط البوك ولا الخوف. تقريبا هكا تولي متاكد اللي هو القمر الصناعي باش يكون في الوجهه هذيك. هكا بالهاتف الجوالز تنجم تقرا حتى طبيعه السينيال، وهذا هو الولي الهاتف ينجم يعوض حتى التلفاز. اسهل هكا لبنى الدنيا هكا ولا تكنولوجيا؟ تكنولوجيا هذه هي التكنولوجيا. ديجا هو شكون مش يتبرع يطلع على السطح، ديجا هذيك مشكله فيها. ديما اب الاسره الاب هو اللي يطلع في الاخر. انتوكا هذا ما تقريبا شو تطلع انت برهين باش يطلع. انا نتصور في لبنى هي تطلع تصلح البارابول. شنو باش يطلع على سلوب ولا حاجه؟ ما عرفتش انت قلت ننتظروا منك هيك. تقنيات اخرى هي اسهل حاجه انه تويكا ولاو يحطوا كل قصعه موجهه لساتيليت. ماشي ابليكاسيون تشفر المواقع الرياضيه اللي بداوا يسكروا فيها. اي هو ثم مواقع باش تقول لكم عليها كي كنوليو كي كنوليو نفتحوا مجال البيراتاج والاشخاص اللي هي القرصه الالكترونيه. لولا انه يا غالي ثم برشا اشخاص نتفرج في المشكله تولي للازواج مشكله. باهي شكرا لكم، يعطيكم الصحه. حزتنا اليوم وفيت. نذكر انه الفايزه معانا بميس بيبي عائلتي بالدنيا هي الفتاه البنوته صغرونة عمرها تقريبا عامين وشهرين، سجاء القيس سجل جسمي امها وابوها غدو ان شاء الله يجيو بحذانا نتصلوا بهم بعد البث المباشر. شكرا لكم الناس الكل. باش نعملوا موضوع يهم الضرب في المدارس. اذا كان انتم تشوفوا انه اليوم المعلم من حقه انه يضرب لانه ينجم يكون في مقام الوالد والا الوالده يربي مع او ضد الضرب في المدارس، اذا كان تكون ضد تقول انا ما نضربش صغيري ما نسمح لحتى حد زاد باش يضرب لي صغيري، دونك تنجم تتفاعل معنا على الصفحه نتاعنا اسباس فامي تحط رقم الهاتف نتاعك واحنا نتصلوا بيك. ايضا باش نفتحوا ملف المدارس العموميه، تحدياتها اليوم امام المدارس الخاصه. اليوم التلميذ اللي يقرا في المدرسه الخاصه ينجم يكون متميز اكثر من التلميذ اللي يقرا في المدرسه العموميه، والا المثال هذا مش صحيح ما ينطبقش. نلقاو نوابغ ونلقاو تلامذه متميزين ايضا في المدارس العموميه. هذا موضوع ايضا باش نطرحوه الاسبوع القادم، انتم تنجموا تتفاعلوا معنا. ايضا ذكروا بالصفحه نتاعنا اسباس فامي على الفيسبوك، تحطوا ارقام الهواتف نتاعكم باش نجموا نتصلوا بكم. شكرا لكم الناس الكل، شكرا لكل من ساهم في رسم بصوره طيبه، نرجو انها كانت نالت اعجابكم. الى اللقاء في الامان.